أشكرك إزاي على التقديم الجميل دوت يعني، بس أستاذي بقى وأنا تلميذك وابنك اللي مدربه من أول ما دخل قسم تحت العظام، فطبيعي إنك تدلعني شوية في الكلام يعني، بس بشكرك يا دكتور عاطف والله بجد على الكلام الحلو ده. بشكر الدكتور أسامة عبد الرشيد واسم جراحة العظام في مستشفى النيل في الحقيقة على المجهود العلمي الكبير اللي هم بيعملوه. في الحقيقة عدد الويبينارز اللي ابتدى يتعمل دلوقتي بقى كتير وبيقدم خدمات جميلة قوي وبينشر علم بطريقة ممتعة بصراحة. اختيارهم للسبيكرز والتنظيم الجيد للشركات السبونسر، ومعانا شركة إليكسير بنشكرها برضو على التنظيم الجيد ده وتوفير البلاتفورم وتوفير التسجيل ورفع المحاضرات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. كل الحاجات دي في الحقيقة يعني تستحق الشكر والتقدير من القائمين عليها. في الحقيقة دكتور أسامة لما قال لي نبدأ مع بعض حاجة، هو طلب مني حاجة تكون ميدواي كده ما بين الادفانسد ليفل بتاع الفوت اند انكل سيرجنز وما بين البيزك ليفل، فاحنا اخترنا نبدأ الأول بالهالوكس بالجاس على اعتبار ان دي واحدة من ضمن الكومن بروبلمز اللي بتظهر بتقابلنا كتير في العيادات وبتواجهنا كتير، غير ان الابديتس فيها كتير قوي والميثودز اوف تريتمنت والدايجنوزس والحاجات دي كلها بتتطور يوم عن يوم. النهارده هناخد ان شاء الله باذن الله موضوع الهالوكس فالجاس من ناحيه الباثو ميكانكس بتاعته دايجنوزس ونشوف البرنسبلز بتاعته اوف تريتمنت، وان شاء الله يبقى الموضوع يعني مفتوح برضو للنقاش والاسئله في اثناء المحاضره بحيث ان هي تبقى انتر اكتف ديسكشن، واللي عنده سؤال يقدر ان هو يكتبه على الكويستشنز اند انسرز وان شاء الله باذن الله نجاوبه عليه يعني. طيب خلينا نقول ان لو حبينا نقول ان الهالوكس فالجاس يعني سالنا ايه هو تعريف الهالوكس فالجاس، هنلاقي كتير هيقولوا سيمبلي كده ان هي عباره عن مجرد اللاترال ديفيشن اوف ذا بيج تو، ان البيج تو بيدخل على الاتجاه اللاترال ديفيشن اوف ذا بيج تو. في الحقيقه ده السيمبل بس فورم اوف هالوكس فالجاس، انما الهالوكس فالجاس از ا مور اند مور كومبلكس بروبلم، ممكن تبقى سيفير ديفيشن اوف ذا بيج تو اب تو سبلكسيشن اند برونيشن اوف ذا بيج تو، مش بس مجرد ان هو ديفيشن بسيط سيمبلي، وممكن يكون مور اكستنسيف لدرجه انه يبدا ياثر على الليسر توز ويعمل لي ليسر توز ابنورماليتيز. وزي ما قلنا ان دي كومن بروبلم وبتمثل تقريبا 28% من الادلتس اوفر ذا ايدج اوف 40 بيجي لهم هالوكس فالجاس، فشوف قد ايه عدد الحالات اللي ممكن تقابلها وبتجي لك. كان في مره قبل كده ميتنج بتاع فوت اند انكل وكان في واحد من السبيكرز كان جاي من تشيلي وكان بيقول انا بشتغل فور فود فقط، تخيل يعني مش بس فوت اند انكل، لا ده بياخد فور فود فقط، وبيقول يعني من ضمن الضحك اللي بيقول هي سيد اي ميد ا ويلث فروم ذا بيج تو، يعني عملت ثروه وبنيت بيتي والحاجات دي كلها من الصباع الكبير بس ومن الشغل اللي بيبقى موجود في الصباع الكبير. النهارده في المحاضره دي هنحاول نفهم الباثو ميكانكس الباثوفيسيولوجي بتاع الهالوكس فالجاس، نحاول نشوف الكلينيكال والراديولوجيكال ايفالويشن بيتم ازاي، نعرف الانديكيشنز اوف سيرجري والسيرجيكال بلاننج ازاي هعمل العمليه وامتى اعملها، وندي بعض السيرجيكال تيبس لبعض عمليات الهالوكس فالجاس. تمام؟ طيب خلينا الاول نقول الايتيولوجي، ايه اللي بيخلي يحصل عندنا هالوكس فالجاس؟ الحقيقة الايتيولوجي اوف هالوكس فالجاس از مالتي فاكتوريال، ونقدر نقسمها الى نوعين او تو كاتيجوريز. اول حاجه في حاجه بنسميها انترنسيك فاكتورز، تاني حاجه في حاجه اسمها اكسترنسيك فاكتورز. الانترنسيك فاكتورز دي حاجات بيلت ان موجوده في العيان بتخليه عرضه ان هو يجي له هالوكس فالجاس. اول حاجه هي الجينيتك وهنتكلم عنها بالتفصيل، تاني حاجه الاستراكشرال مال الاينمنت، ثالث حاجة إن هي تكون secondary لديفورميتي في الفوت زي البيس بلانو فالجاس، يعني يكون في هايند فوت ديفورميتي وتعمل لي فور فوت دريفن ديفورميتي. وآخر حاجة إن بعض الماسكولار ديس اوردرز بيحصل معاها هالوكس فالجاس. أما الاكسترنسيك فاكتورز فهي بعض العادات اللي ممكن يكون العيان بيعملها
تعمل اجريفيشن للسيمتوم. واحده طبعا من الحاجات المشهوره قوي الفوت ويرز، اللي هي قالوا ان البير فيت بوبليشن، الاماكن اللي بيمشوا حافيين زي الرورال ارياز او في الاماكن الاقاليم او كده، او الشعوب اللي ما بتلبسش غير سليبرز، بيبقى نسبه الهالوكس فالجس فيها بتبقى اقل بكتير من الناس اللي بتبقى بتلبس ستايل شوز او البوكس شوز او الحاجات اللي هي بتبقى نارو بوكس شوز، بيبقوا اكثر عرضه ان هم يجي لهم النوع دوت من الديزيزز. طيب نبدا اول انترنسيك بروبلم بتبقى موجوده عندنا وهي الجينيتك فاكتورز. وفي الحقيقه الفاميلي هيستوري اوف هالوكس فالجاس بيبقى فيري كومن، وبنلاقيه بيوصل 90% من الحالات بتبقى فيها فاميلي هيستوري. ودي مثلا اكزامبل حاله كانت موجوده عندي في العياده، دي الجده اللي على الشمال الجراند ماذر، ودي المذر، ودي الدوت. تخيل بقى ان دول الثلاثه دول كانوا نفس العيله، الام والبنت والجده. ودايما كانت البنت الصغيره تسال مثلا انا يعني ايه البروجريشن ممكن اوصل ايه، قال لها بصي على رجل تيتا الشمال ده، هي انت بعد شويه هتلاقي نفسك بقيتي شكلها. فهو لقوا فعلا ان في فاميلي هيستوري بيبقى فيري هاي وبوزيتيف في عدد كبير. وفي ستادي كانت طلعت على طريقه الجينيتك انهيرتنس بتاعت الهالوكس فالجاس، ولقوا ان الباترن اوف انهيرتنس فيها بيبقى اوتوسومال دوميننت انهيرتنس، وعلشان كده بيبقى كومن ان فاميليز، وبيبقى اكتر في الفيميلز اكتر من الميلز. ما يمنعش ان بنلاقي بعض الاحيان رجاله بيبقى عندهم هالوكس فالجاس، بس الغالبيه العظمى من البيشنتس بيبقوا فيميلز. الحاجة الثانية في الاستراكشرال مالالاين في الانترنسيك فاكتورز الاستراكشرال مالالاينمنت، وهي حاجة بنسميها الميتاتارسس برايمس فارس. وفي الحقيقة هي دي السورس اوف اول ايفلز، يعني دي بداية المشكلة. ان بيحصل ايه؟ بيحصل شيفت للفيرس ميتاتارسل ان مور ميديال بوزيشن، تروح ان مور فارس بوزيشن. تمام؟ لو بصينا على الصورة اللي موجودة قدامنا، ده النورمال شيب بتاع الكات سيكشن بتاعت الفيرس ميتاتارسال. هنلاقي الفيرس ميتاتارسال هيد از ريستنج على التو سيسامويدز، وبتبقى السيسامويدز دول ماسكين مع الاذر ميتاتارسالز بحاجه بنسميها الانتر ميتاتارسال ليجامنت، وبتبقى ماسكه مع الفيرس ميتاتارسال بحاجه اسمها الميتاتارسو سيسامويدال ليجامنت. فبتبقى عامله كده زي ملجماها من ناحيتين، والفيرس ميتاتارسال بتبقى موجوده ريستنج فوق التو سيسامويدز. اللي بيحصل اكتوالي ايه؟ هو شيفت للفيرس ميتاتارسال اوفر ذا سيسامويدز، عشان في بعض الناس بتقول ان بيحصل سيسامويد شيفت، لا هو مش سيسامويد شيفت، هو اللي حصل ان الفيرس ميتاتارسال هيد اتحركت واتنقلت وراحت على اتجاه مور فارس بوزيشن راذر ذان الايه؟ راذر ذان النورمال بوزيشن فوق السيسامويدز بول. ده اما بيحصل عندي في ميتاتارسال برايمس فارس بتتنقل الفيرس ميتاتارسال هيد بالمنظر ده، ويبدا بقى يحصل كل الكونسيكونسز بتاعت الهالوكس فالجاس. الاقي الانتر ميتاتارسال ليجم ده بقى مور تايت، اللاترال كبسول واللاترال سيسامويدو ميتاتارسال ليجمنت يبدا يبقى مور تايت، الميديال سيسامويدو ميتاتارسال ليجمنت يبقى اوفر ستريتشن، الهيد تبقى بروميننت ويبدا يحصل فريكشن ويعمل البانيون ويعمل المشكله دي. ودي صوره جميله قوي لواحد من الاناتومست المشهورين قوي في فوت ذا انكل بوجولانو، دي موضح كات سيكشن في كاديفر فيها هالوكس فالجاس، وبص على الميديال كبسول والميديال ليجمنت الميديال سيسامويدو ميتاتارسال ليجمنت اوفر ستريتشد قد ايه، وبص على اللاترال كومبيرد بي هنلاقيه ان هو بيبقى تايت اند كونتراكشرد. ده الفيرست او الموست امبورتنت ديفورميتي اللي بتحصل، او الانيشال ديفورميتي اللي بتحصل في الهالوكس فالجاس، ان يحصل شيفت اوف ذا ميتاتارسال اوفر ذا سيسامويدز. بعد ما بيحصل الشيفت ده بقى كل البايوميكانكس بتاعت الفيرست ميتاتارسال فرينجا جوينت تبدا تتلخبط. طيب بصوا معايا كده يا شباب، دلوقتي ده النورمال ماسل اتاتشمنت والنورمال بايوميكانكس على الفيرس ميتاتارس فرينجا جوينت. الميتاتارس فرينجا هيدا اهي ريستنج على الميديال واللاترال سيسامويدز، والماسلز دي هي اللي اكتنج على الجوينت. فوق في عندي الاكستنسور هايسوس لونجاس بتشتغل في الميد لاين، ماسكين في
as long as the normal directions بتاعت الفيرس ميتاتارسال موجودة. اللي بيحصل عندنا في الفيرست ميتاتارسال برايمس فيروس ان بيحصل شيفت ان فيروس، ومش بس شيفت ان فيروس، ده كمان بيحصل شويه برونيشن. تلاقي الميتاتارسال هيد لفت وهي بتبقى في برونيتد بوزيشن بعد ما حصل لها شيفت ان فيروس. طب بص معايا بقى على الاكشن بتاع المسلز على الفيرست ميتاتارسال هيد بعد هذا التغيير الجذري اللي حصل في الفيرست ميتاتارسال هيد. طيب حد يقول لي كده، ايه رايك الاكستنسور هالوسس لونجست دلوقتي الاكشن بتاعها ايه؟ هي في الاول كانت بتعمل اونلي دورسيفليكشن، دلوقتي هتعمل ايه؟ هتعمل دورسيفليكشن اند برونيشن اند برونيشن، صح كده؟ يعني هتاد وهتبقى مور ديفورمينج فورس، هتعمل مور برونيشن على الفيرس ميتاتارسال فرينجل جويت. طيب بص معايا على الادكتور هالوسس، هي كانت بتشتغل ان وان بلين، كانت بتعمل ادكشن، دلوقتي بقت بتشتغل ايه؟ ادكشن اند دورسيفليكسور، فبالتالي هتعمل لي ايه؟ adding more pronation. تمام؟ الابدكتور هالوسيس هتبقى ايه؟ هتعمل abduction and more plantar flexion. بص على الفليكسور هالوسيس previous هتعمل ايه؟ تعمل plantar flexion and more abduction. all these deforming forces اللي ظهر عندي هتنتهي بان تخلي لي البيكتو بعد ما كان just simply مجرد virus deviation بس للفيرست ميتاتارسال، ده بقى فيه pronated abducted hallux اللي هو تعتبر stage 2 من الhallux valgus. واضحه كده يا شباب؟ يبقى اول حاجه حصلت شيفت للفيرست ميتاتارسال، الشيفت اوف فيرست ميتاتارسال ده غير لي الاكشنز اوف ماسلز اللي موجوده حوالين الفيرست ميتاتارسال فرينجال جوينت، عمل لي خلالي البيكتو بدل ما كان في فيروس بس هالوكس فالجس بس بقى في برونيتد ابدكتد هالوكس. طيب ده كلام جميل جدا. بعد شويه اما بيبدا يحصل كده بيبدا يحصل ديستربنس للويت بيرنج اللي بيحصل على كل الفور فوت. هو نورمالي ايه؟ نورمالي انا مع الويت بيرنج الفيرست ميتاتارسال فيرست ميتاتارسال في الانجل جوينت ده بيشيل تقريبا كام؟ تلت وزن الجسم، والتلتين متوزعين على بقيه الاربع صوابع بعد كده كل واحد سدس، يعني الكبير ده بيشيل لوحده، ده بيشيل لوحده تلت وزن الجسم، وبعد كده 1 6 او سدس الويت بيرنج بيحصل بعد كده على بقيه الميتاتارسو فالينجال جوينتس بتاعه الليستر توس. لما بيحصل عندي بقى ديفيشن للبيك تو كورونيشن بالطريقه دي، الويت بيرنج بالذات اثناء البوش اوف واثناء المشي ما بيبقاش equally distributed زي ما كان، ما عادش الصباع الكبير بيعمل نفس الويت بيرنج لل 1/3 of weight pairing زي الاول. يوم ايه اللي يحصل؟ يبدا يحصل shift of the weight pairing على الليسر ميتاتارسس، ويبدا يعمل stresses عليها ويسبب حاجه بنسميها ايه؟ الترانسفيرد ميتاتارسالج، ان الويت بيرنج ابتدى يتنقل بصوره اكبر ويتنقل على الصوابع الثانيه، وده يخلي فيه مور اند مور ستريسز بتبقى موجوده على الليسر توز، ويبدا يحصل الاذر ديفورميتي على الليسر تو اللي هي بتبقى في صوره كلوك واوفر رايد اوف ليسر توز او سكند تو، في حاجه بنسميها باسم ستيج 3 هالوكس فالجاس، ان هو بقى بس مش هالوكس فالجاس ولا برونيتد ابدكتد فوت، لا ده بقى فيه برونيتد ابدكتد فوت with lesser toes abnormalities. تمام كده يا شباب؟ واضحه؟ طيب الاكسترنسك فاكتور، احنا اتكلمنا عن النارو بوكس شوز وقلنا ان هي ديت بتساعد على البروجريشن، والدليل على كده ان الفيميل بريدومينانس اعلى لان هم بيلبسوا الهاي هيلز والنارو بوكس شوز، ونسبه الفيميلز للميلز اللي بيحتاجوا كوركتيف سيرجري از 15 to 1. الانشود بوبوليشنز اللي هي الناس اللي بتمشي بسليفرز او بتمشي حافيه بتبقى الناس دي بيبقى عندهم لو بريفالنس ريت، والرول اوف بروجريشن الرول بتاع النارو بوكس شوز دوت ان هو بيساعد على البروجريشن بس مش الانيشيشن، لازم يبقى في جينيتك فاكتور من البدايه يؤدي لحدوث المشكله دي. طيب
قوي من البيشنس اللي بيقول لك دول بيبقى شكوتهم الوحيده او الاساسيه هي كوزموتيك، ان هي جايه بتشتكي ان شكل صباعها مش عاجبها. such cases احنا ما بنعملش حاجه خالص، لان هي is not a big problem. انت ممكن تعمل العمليه ويحصل complications. الكوزموتيك بروبلم ما بتخفش، لانك انت بيبقى فيه جرح وبيبقى فيه سكار وبيبقى فيه swelling بعد العمليه. فبالتالي انت لو العيان جاي بيشتكي من كوزموتيك بروبلم only we don't do anything خالص، ما بنعملش اي حاجه لعنده، we just keep him just reassurance وحاول تبعد عنه لانك انت مش هترتاح لو عملت له عمليه. انما المشكله الثانيه اللي ممكن يجي منها يشتكي منها العيان، ودي في الحقيقه مشكله تحترم، ان هو يبقى عنده شوير بروبلمز. في بعض في بيت او بعض العيانين بيبقى جاي ومضطر ان هو لازم يلبس حاجه كلاسيك، شغاله في فندق ريسبشنست، شغاله مضيفه، شغاله غيره، او راجل بيلبس شغال في بنك او غيره لازم يلبس جزمه كلاسيك. في الحاله ديت العيان ده بيبقى عنده مشكله، عنده شو وير بروبلم، مش عارف يلبس الجزمه، بينفول وبتوجعه او بتضايقه حتى الجزمه بعد ما بيلبسها، يعني طول ما هو مش لابس جزمه كويس. In this case we try to solve this problem by modifying the shoes of the patient. ابدا انصحه ببعض الشوز معينه، وهنشوف دلوقتي في التريتمنت في انواع مختلفه من الشوز ممكن ان احنا ننصح بيها العيان بتنفعه او بيقدر ان هو يلبسها. اهم بقى او الموست امبورتنت، وده اللي احنا بنعمله ايفالويشن وتريتمنت، ان يكون البينفول هالوكس فالجس، يعني العيان جاي بيشتكي من مشكله في الهالوكس او من بين في الهالوكس. اند ان ذيس كيس وي كان دو تو ذيس بيشنت الايفالويشن بتاعنا، ونبدا نعمل له التريتمنت بتاعتنا اكوردنج للايفالويشن اللي احنا عملناه. طيب سؤال ممكن يجي لكم كتير في امتحانات الشفوي او في امتحانات الام سي كيو او النظري، يا ترى البين او البين في الهالوكس فالجس ده بيجي منين؟ البين ايه سبب البين ده؟ البين ده ممكن يكون ليه اسباب كتير، ممكن يكون البانيون نفسه بقى انفليمد وعامل بيرسايتس وابتدى يبقى بينفول، ممكن يكون حاجه بنسميها ميتاتارسالجيا اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، ان الويت بيرنج ابتدى يزيد على الليسر ميتاتارسس ويبدا يحصل بين، ان يكون في painful callosities موجوده تحت السكند تو والكالوزيتي ما بيدوس عليها تبدا تبقى مؤلمه، او ان يكون لونج ستاندنج ديفورميتي وان العيان ابتدى يحصل له osteoarthritis في الميتاتارسوفالينجيال جوينتس. تمام كده يا شباب، ده كده بالنسبه للكومبلينت بتاع البيشنت واحنا هنتعامل معاها ازاي. نيجي بعد كده للتريتمنت بتاعة العيان. التريتمنت بتاع العيان في نقطة مهمة برضو لازم ناخد بالنا منها، ان انت وانت بتعمل برضو الايفالويشن بتاع العيان خد بالك من حاجة مهمة او two categories of patient. العيانين السكليتالي immature في كتير من الاحيان بتجيلك بنت لسه 12 سنة او حاجة وعندها هالوكس فالجس ومامتها جايباها. السكليتالي immatures عادة we don't interfere with children below 18 years old. نقل الانسيدنس اوف ريكارنس فيهم بيبقى عالي جدا، هي الديفورميتي بتبقى بروجريسنج بالذات بيفور سكليتال اماتوريتي، فلو عملت كوركشن ايرلي في الاطفال دول بي كيرفول، لان في كتير من الاحيان بيحصل ريكارنس مره ثانيه. تمام، غير طبعا انك انت لو عملت شغل اراوند الفايسس سواء البروكسيمال او الديستال في الميتاتارسو فرينجال في الميتاتارسال فيريس ميتاتارسال انت ممكن تعمل فايزيال ايرجري وتعمل مشكله للعيان. فالافضل في السكريتالي اماتيور ان احنا وي دونت دو هالوكس فالجاس سيرجري في السكريتالي اماتيور انتل ذا ايج اوف 18. انذر كاتيجوري اوف بيشنتس خد بالك منهم جدا ودول مهمين قوي يا شباب، الدايابيتكس. احنا عندنا كده في جروب اوف في الفوت اند انكل كده جروب اوف بيشنتس ليهم سبيشال كير اللي هم الدايابيتكس دول. وجزء اساسي من السؤال في الهيستوري بتاعك لازم تسال انا عندك سكر ولا لا. If you don't ask a food patient are you diabetic or not, this is a fatal mistake. لان طبعا الدايابيتكس دول ممكن يكونوا uncontrolled، ممكن يكون معاهم insensible feet ويخش العيان منك في شاركو بعد العملية. في عندي حالة مشهورة برضو اتعمل لها قبل كده هالوكس فالجس and she progressed أو he progressed لأنه كان male، he progressed بعد كده into حالة شاركو نتيجة لأن ما كانش يعني في careful analysis أو إن احنا ناخد history كويس من العيان. تمام؟ طيب
قلنا لو في التريتمنت بتاعتنا ان احنا العيان لو عنده مشكله في الشوز، وده شكل الجزمه عاده بتاع الجزمه الكلاسيك بتاع العيان بتاع الهالوكس فالجاس، ممكن نعمل له موديفيكيشن اوف شوز، وفي ديفرنت ستايلز اوف شوز ممكن نعملها للبيشنت ده، اللي هي بتبقى وايد بوكس زي اللي انتم شايفينها دلوقتي دي، او ان احنا بيبقى لو في ميلز بنقترح بعض الشوز اللي بالشكل ده. لو العيان ينفع يلبس سليبر طبعا بنقول له يلبس سليبر، بالذات الشبشب والصباع ده ظريف. المهم في ديفرنت كاتيجوريز اوف شوز ممكن العيان ان هو يلبسهم اذا كان ينفع ان هو يلبسهم بدل الكلاسيك شوز. لو ما كانش ينفع ممكن نفكر للعيان ده ان سيرجري. Before we go for surgery, we have to examine the patient carefully and we have to evaluate him. ايه البوينتس المهمه جدا في الاكزامينشن؟ طبعا لازم تشوف الفود ديفورميتي شكلها ايه والدرجه بتاعتها قد ايه، بتشوف اماكن الكالوزيتيز لان هتبين لك العيان ده عنده ميتاتارسالجا ولا ما عندوش ميتاتارسالجا. وطبعا زي ما هنعرف بعد شويه وجود ميتاتارسالجا دي بتفرق جدا جدا في بعض التكنيكال تيبس اثناء السيرجري، هنتكلم عليها بعد شويه. الحاجه الثانيه لازم تفحص النيوروفاسكولار باندل وتشوف اماكن التندرنس موجوده فين. بعد كده لازم نشوف اسسمنت لوكالي للبيج تو، ومهم قوي اشوف الرينج اوف موشن بتاع البيج تو، بنعمله اكتيف وباسيف. في الباسيف رينج تاخد بالك من حاجه، ان ساعات الباسيف رينج ده في نوعين منه، في حاجه بنسميها الافكتيف رينج اوف موشن وفي الباسيف رينج اوف موشن اللي هو الان افكتيف. عيان زي اللي قدامك ده عيان بحرك صباعه، فبقدر اقول ان عنده ايه مثلا 40 50 درجه من الدورس فليكشن، هو نورمال الدورس فليكشن عندي بيوصل ل 90، عنده 50 60 وهو نايم على ظهره كده. بس في الحقيقه هو ده مش الافكتيف رينج، لان واحنا عاملين ويت بيرنج واحنا واقفين على رجلينا والبلانتر فاشيا ستريتشن الويندرس افكت، ذيس رينج اوف موشن از ماتش ماتش diminished. واحنا نورمالي محتاجين افكتيف رينج اوف موشن انتو 20 ديجريز ل 40 ديجريز افكتيف رينج اوف موشن. لو قلت عن كده العيان ما بيقدرش ان هو يعرف يعمل بوش اوف، وممكن بقى نفكر في حاجات ثانيه ونعتبر ان عنده اثريتيك تشينجز او هالوكس ريجيدس او ليميتد دورس فليكشن اوف بيج تو. فمهم اول ما اشوف الرينج اشوف الرينج في وضعين، الباسيف رينج اشوفه الافكتيف رينج اوف موشن، واشوف الرينج اوف موشن العادي اللي هو نون ريبيرنج رينج اوف موشن. اوكي طيب، في تيست مهم جدا جدا جدا، وطبعا اللي بيحضر معانا فود دايما هيسمعني بقول الكلمه دي متكرره دايما، يا جماعه الجاستروكنيمياس والتندو اكيلس هو متهم في جميع امراض الفوت والانكل، ولازم الفوت يعني العيان اللي بيشتكي من فور فوت بين او ميتاتارسالجا ممكن يكون عنده تايت تندو اكيلس وبيمشي على الفور فوت. العيان اللي عنده اكستنسيف فالجاس هيل السبب برضه ممكن يكون في عندي تايت تندو اكيلس. فاغلب الامراض اللي بنشوفها بيبقى في معاها تايت تندو اكيلس. دكتور أسامة، نعم معلش يعني الصوت قطع، تاخد دقيقة من بداية الرينج اوف موشن ولا حضرتك بس تعيدها؟ من الصوت مش عارف هي حضرتك شغلت فيديو ولا حاجة؟ هو بيشتغل اوتوماتيك بس هو دلوقتي مش شغال. طب دلوقتي الصوت واضح كويس؟ لا معلش الصوت بيقطع برضك. طب معلش هتقفل على نفس الفيديو معلش؟ معلش على نفس الفيديو لغاية الشات معلش؟ طيب لغاية الشات معلش. اوكي تمام كده صوت كده احسن. صوت كده ممتاز ان شاء الله. طيب تمام. نرجع تاني لحته الموفمنت بتاعت البيك تو. يا شباب احنا قلنا لما نيجي نفحص البيك تو موفمنت في عندي نوعين من الرينج اوف موشن الباسيف، في حاجه بنسميها الافكتيف رينج اوف موشن اللي هو بيبقى ويت بيرنج رينج اوف موشن، وفي حاجه اسمها نان ويت بيرنج رينج اوف موشن. لو بصيت حضرتك على الفيديو اللي فوق ده العيان بقدر ان انا مجرد بمسك البيت بتاعه بحرك فوق وتحت العيان بيجيب رينج اوف موشن ويتش از نوت باد. بس لما بضغط انا على البيج تو من تحت ما اعمل استريتش للبلانتر فاشيا، ان ذيس كيس العيان ده هو لما اجي اعمل له دورس فليكشن للبيك تو بيبقى في عنده ليميتد دورس فليكشن للبيك تو. احنا دايما اما نيجي نفحص عيان بيهمنا اكتر الافكتيف رينج اوف موشن او الرينج اوف موشن وايل ويت بيرنج، فمهم قوي ان انا ازق البلانتر فاشيا عشان اكتيفيت الويندلس افكت، واما احرك الصباع يبقى في عندي اشوف الريال
range of motion of peak toe. ونورمالي احنا محتاجين من 20 ل 40 درجه دورس فليكشن عشان نقدر نعمل بوش اوف. لو اقل من كده لازم ابقى عنده ليميت الدورس فليكشن او هالوكس ريجيدس او اوستو ارثريتيك تشينجز. ان ذيس كيس اي هاف تو كونسيدر انذر اوبشن اوف تريتمنت. نقطه مهمه جدا برضو لازم نحطها في الاعتبار هي الاكزامينيشن اوف ذا تندون بيس اند كاف ماسل. وزي ما قلت لكم اللي حضر معايا قبل كده محاضرات فوت كتير هيلاقي ان دايما بقول ان التندو اكيلس ده هو السورس اوف اول ايفل، هو عامل مشترك في كتير من امراض الفوت. يعني العيادي اللي عنده ميتاتارسالجيا وهو بيدوس على رجله بيحصل له بين من قدام ممكن يكون السبب ببساطه تايت تندو اكيلس ومخليه بيدوس على الفور فوت اكتر. ممكن يكون العيان اللي عنده فالجاس هيل يكون العامل اجريفيشن للموضوع ان يكون في عنده تايت تندو اكيلس وعمل له فالجاس هيل. العيان اللي عنده كيفاس فوت تايت تندو اكيلس وهكذا يعني. فمهم قوي بارت من الاكزامينيشن بتاعي في اغلب مشاكل الفوت ان انا افحص التايتنس اوف تندو اكيلس وافرقه من التايتنس اوف جاستروكنيمياس بتيست مشهور قوي اسمه ايه بقى يا رجاله؟ اسمه السيلفر سكويل تيست. ايه بقى موضوع السيلفر سكويل تيست ده؟ بفحص رجل العيان الاول بشوف الدورس فليكشن اوف بيك تو والعيان عامل اكستنشن اوف ذا ني وبعد كده بعمل فليكشن اوف ذا ني. لو اتحسن الرينج اوف موشن زي في الصوره اللي احنا شايفينها يبقى موست بروبابلي كان العيان ده عنده تايت تندو اكيلس سوري تايت جاستروكنيمياس ماسل. لو ما اتحسنش يبقى في الغالب العيان ده عنده تايت تندو اكيلس ومحتاج تندو اكيلس ستنسنج او ريليس. تمام يا شباب؟ طيب مهم جدا برضو ان انا افحص مع حالات الهالوكس فالجاس الديفورميتي اللي بتبقى موجوده في الهايند فوت لان في كتير من الاحيان اسوشيشن ما بين الفور فوت ديفورميتيز والهايند فوت والميد فوت ديفورميتيز. نسبه كبيره قوي من العيانين اللي بيبقى عندهم بيس بلانو فالجاس او فالجاس هيل بيجي لهم ليتر اون فور فوت برونيشن اند ابدكشن وممكن يبقى معاها هالوكس فالجاس. في ناس بتقول it is not primary cause انما association in all situations يعني وجود hind foot valgus او extensive flat foot بي aggravate the forefoot problem and the same برضو وجود forefoot problem بي aggravate the bliss planus او بيزود ال hind foot valgus. فبالتالي it's important لما يكون في عندي hallux valgus و flat foot I have to evaluate the patient carefully واشوف انهي مور سيمتوماتيك عند البيشنت. If both of them symptomatic I may consider ان انا اعمل correction of both of them in the same time. If one of them is symptomatic ممكن ابدا بواحده من التو deformities وليتر اون اعمل الثانيه. وفي الحقيقه مؤخرا انا بقيت اغلب العيانين symptomatic بعمل لهم correction in the same time. زي دي حاله مثلا كان عندها هالوكس فالجاس اكستنسيف وعملت لها ميديال ديسبيسمنت كالكينيان اوستيوتومي توجذر مع الكوركشن بسكارف اوستيوتومي وايكين اوستيوتومي وهنتكلم عن الكلام ده بعد شويه. مهم جدا في الايفالويشن برضو ان انا وانا بفحص العيان اميز نوع من انواع الهالوكس فالجاس اللي بتحصل في العيانين اللي بيبقى عندهم حاجه اسمها هايبر موبايل فيستري. الهايبر موبايل فيستري دي كتير بيشنز بيبقى عندهم الفيستاس والميتاتارسال جوينت اللي هي ما بين الميديال فور وما بين الفيست ميتاتارسال دي جوينت بيبقى هايبر موبايل وبيخلي الموبيليتي دي بتخلي الفيست ميتاتارسال تو اتين ا فيري هاي بارس بوزيشن وتبقى الانتر ميتاتارسال انجل عاليه جدا. بقدر اشخص الهايبر موبايل فيستري ده بكذا حاجه كلينيكالي. طبعا انت مجرد تمسك وتست الموبيليتي الموجود عليه بتلاقي ان هو بيتحرك بصوره عاليه قوي زي ما انتم شايفين دلوقتي بتلاقي الانترمتاسل انجل عاليه قوي بتشوف الاوبليكتي بتاعت الانترمتاسل جنب بتلاقيه اوبليك نوت ستريت ده بيحصل في حالات كتيره. وبرضه في اللاتال فيو ستاندنج فيو ممكن تشوف برضه دورسال اوستيفايز او دورسال ستيت موجوده which denotes ان في هايبر موبايل فيرست ري. الهايبر موبايل فيرست ري ده ليه مهم ان انا اشخصه؟ لانك انت لو حاولت تصلح رسامة في الجزء اللي هو بتاع نعم
معلش هو من اول ما كده واضح الصوت راح. معلش هو الفيديو طيب بتاع الصوت خالص. معلش طيب الهايبر موبايل فيرست اراي مره ثانيه ازاي بنشخص الهايبر موبايل فيرست اراي؟ الهايبر موبايل فيرست اراي بقدر ان انا اشخصه بان بيبقى فيه انكريز موبيليتي موجود على الترسمي الترسل جوينت زي الصوره اللي كانت موجوده شفناها. برضو بيبقى فيه عندنا الاكس راي بتفيدني ان في اكسسيف فيرست انتر متتاسل انجل اللي هو الانتر متتاسل انجل از فيري هاي. طب هو كده الصوت واضح ولا برضو لسه بايظ؟ لا هو كده صوت اتحسن بيقطع برضو يا اسامه بيقطع بس مفهوم يعني احسن من كنت بتشتغل طيب تمام طيب وبقدر ان انا برضو اشخصها بالاوبليكتي اللي موجوده ما بين الترسل متترسل جوينت نورمالي بتبقى هوريزونتال ساعات بلاقيها اوبليك زي المنظر اللي انتم شايفينه دوت. طيب علاج الهايبر موبايل فيرست راي يختلف تماما من العلاج بتاع النورمال هالوس فالجاس لان التريتمنت اوف تشويس هنا حاجه بنسميها اللابيدوس بروسيجر بنسميها باسم لابيدوس بروسيجر اللي هو بيبقى فيوجن في التارسو ميتاتارسال جوينت. تمام كده يا شباب؟ طيب كده يبقى النقط اللي انت لازم تاخد بالك منها في الاكزامينيشن. قلنا اول حاجه الحالات اللي هي بيبقى فيها بيسبلانو فالجاس او الحالات اللي بيبقى فيها تايت تندو اكيريس والحالات بتاعت الهايبر موبايل فيرست راي. نيجي بعد كده لاخر جروب لازم ناخد بالنا منهم اللي هم العيانين اللي عندهم نيورو ماسكولار ديس اولدر او الماسل امبالانس. العيانين دول بيبقى عندهم مشكله في البالانس، يعني ساعات تبقى في كونتراكشر في الادكتورز ولاكستي موجوده في الادكتورز، فالمشكله تختلف شويه ما هياش الكلاسيك هالوكس فالجاس. فبالتالي لما اجي اعمل علاج ليها بيبقى الموضوع مختلف تمام. هديكم مثال، الولد ده مثلا كان سي بي بس امبيوليتنج سي بي، يعني الولد ده كان مريض عندي امبيوليتنج سي بي، وادي الشكل بتاع صباع رجله فيها لوكس فالجاس هي بسيطه بس عامله له بانيون، والبانيون ده من الولد سي بي بيحصل دايما فريكشن مع الشوز وبيبقى بينفول وبتتعبه اثناء الحركه وكده. طيب الاكس راي بتاعت الولد ده هو زي ما انتم شايفين اهو الانتر ميتاتارسال انجل يا دكتور اسامه ما هياش كبيره قوي الهالوكس فالجاس فيوجن ودكتور عمر بفيوجن ورضوان فيوجن. طيب برافو عليكم يا شباب. رغم ان الهالوكس فالجاس هنا قليله ولكن التريتمنت اوف تشويس ان ذيس كونديشن از فيوجن، بعمل فيوجن للفيرست ارسو ميتاتارسا. اني اوستيوتومي ويل بي دان ات ويل كوز ريكرنس اوف ذا كيس مره ثانيه، فبالتالي الفيوجن هو الاساس. ماشي كده رجاله؟ طيب يبقى ما تنسوش بقى الحاجات الكلينيكال تو سام اب، يعني في الهالوكس فالجاس افتكر في الكلينيكال شكوى العيان ايه؟ هل العيان ده جاي بيشتكي لك من حاجه كوزموتيك ولا بيشتكي لك من حاجه فيها فوت وير بروبلم ولا بيشتكي لك من بين؟ ولو بين انالايز البين واعرف مكانه فين. وبعد كده بي كيرفول في سبيشال سيتويشنز، قلنا السكريتري اماتيور الدايابيتيك بيشنتس لما يكون في كونكومتنت deformity موجوده في الهايند فوت او في الليج، والتايت تندو اكيليس ما تنساهوش، والحالات اللي فيها نيورو ماسكولار ديس اوردر، ولا تنسى الهايبر موبايل فيرست راي. يبقى انت لما بتحط في بالك النقاط دي سعادتك بتقدر ان انت تتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل مع الهالوكس فالجاس. طيب هنعمل اسيسمنت بقى للعيان ازاي؟ هنعمل اسيسمنت للعيان بالاكس راي. في نقطة مهمة جدا يا رجالة، أي عيان فوت احنا ما بنطلبش نون ستاندنج اكس ريز، لازم كل الاكس ريز اللي احنا نطلبها الاي بي واللاترال ان هي تبقى ستاندنج فيوز، لأن الستاندنج فيو از ذا ريال
view of the foot. هو بيمشي standing, مش بيمشي ورجليه متشعلقة في الهواء. فأي X-ray بيعملها وهي نايم is useless. لازم تعمل X-ray of the foot أو the ankle, دايما تبقى AB أو lateral تبقى standing. الأوبليكس بتتعمل أوبليكس, إنما AB و lateral لازم يبقوا standing. في special views ممكن نعملها هنا. في حاجة مشهورة اسمها sesamoid view. السيسامويد فيو تقدر تعملها بطريقتين. الطريقة اللي على الشمال دي ان الفيلم بيبقى محطوط, العيان بيبقى نايم برون وبتبقى عامل هايبر دورسيفليكشن للبيكتو, والبيم بيجي من فوق على التانجانشيال مع الترس ميتاترسال جوين, هيبين لي الصورة اللي احنا شايفينها فوق دي. بستفيد من الصورة ديت في ايه؟ بستفيد من الصورة دي في اكتر من حاجة. بشوف البوزيشن اوف سيسامويدز موجودة ازاي, هل هي ترانسليتد وترانسليتد قد ايه, بالذات الميديال سيساموييد, وده بيفيدني في الايفالويشن بري اوبراتيف وفي الايفالويشن بوست اوبراتيف, بعرف انا عامل ريدكشن كويس ولا لا, وايفن انترا اوبراتيف طبعا. الحاجه الثانيه بتوريني الليفلز اوف ذا ميتاتارسال هيدز, الليسر ميتاتارسال هيدز من 2 لحد 5, ولو في واحده بروميننت شويه بقدر افهم كده ان في عندي ميتاتارسالجيا ممكن تكون موجوده نتيجه لبروميننت وان اوف ذا ميتاتارسال هيد. يعني لازم كل الاربعه ميتاتارسالز اللي موجودين في الصوره اللي على الشمال دي يكونوا على نفس الخط, لو واحده مور بروميننت يبقى العيان ده ممكن يكون سسبتبل لميتاتارسالجيا. ممكن اعمل السيساموييد فيو والعيان سوباين بوزيشن بالشكل اللي احنا مورينه هنا مع دورسيفليكشن اوف انكل وهايبر دورسيفليكشن اوف بيكتو, والبيم ينزل تانجنشال برضو بنفس الصوره, ولكن انا بحب الطريقه اللي على الشمال اكتر. تمام. طيب النقطه اللي بعد كده بقى, احنا في عندنا حاجه بنسميها الميجرمنتس علشان احدد بيها الـ يعني الدرجه بتاعه الهالوكس فالجس, وعلى اساس هذه الميجرمنتس انا بقدر يعني اعرف العيان دوت هيبقى فيه عنده درجه هالوكس فالجس قد ايه والمانجمنت بتاعته قد ايه. الثلاثه انجلز مهمين قوي يا رجاله. في حاجه اسمها الانتر ميتاتارسال انجل, دي ما بين الفيرس والسكند ميتاتارسال ونورمالي اقل بالتسع. في حاجه اسمها هالوكس فالجس انجل ما بين الفيرس ميتاتارسال والفيرس فالينجز ونورمالي اقل من 15. وفي حاجه اسمها ديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل اللي هو دي ام اي اي. الديستال ميتاتارسال انجل ديت دي انا هفتح لكم الفيديو دقيقه بس معلش. دي نقطه مهمه جدا, الديستال ميتاتارسال انجل ديت مهمه جدا جدا ان احنا نعرفها. ايه فايدتها الديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل دي؟ انا لما بشوف ال انا هعتبر ان دي الفيرس ميتاتارسال وادي الهيد اهي, وبيبقى في عندي اللي عامل ارتكيوليشن فيها البروكسيمال فالينكس بالطريقه دي. الانكلينيشن اوف ذيس انجل از فيري امبورتنت اوف ذيس ارتكيولار سيرفيس. اف ذيس ارتكيولار سيرفيس بقى عندي معوج بالطريقه دي, دي بيعمل لي حاجه بنسميها كونجروانت هالوكس فارجس. لما تبقى معوج يعني العيان حصل له برونيشن والصباع ابتدى يتعوج, وبقى الارتيكولار سيرفيس هو كمان معوج مع الديستال ارتيكولار سيرفيس بتاع الفالينكس, فدي بنسميها كونجروانت ميتاتارسالجيا. وفي حاجه ثانيه ان تفضل الميتاتارسال زي ما هي. ايوه ديستال ميتافيزيال, لا الميتاتارسال ديس اسمها مش ديستال ميتافيزيال, اسمها ديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل. الحاجه الثانيه ان يبقى في عندي الديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل زي ما هي, بس الجوينت بس هو اللي معوج, ودي بنسميها كونجروانت هالوكس فالجس. يبقى عشان بس الاسم فيه بارادوكس شويه, كونجروانت هالوكس فالجس ان كونجروانت هالوكس فالجس اني اتحركت الديستال ميتاتارسال ارتيكولار انجل, ان كونجروانت هالوكس فالجس ان هي زي ما هي. فالان كونجروانت هالوكس فالجس ده انا ما بحتاجش اي تصليح على الارتيكولار سيرفيس لان اوريدي ات از كوركتد. انما الكونجروانت هالوكس فالجس ان هو اتعوج مع الديسبيسمنت بتاعه البروكسيمال فالينكس, ان ذيس كيس وين اي كوركت البروكسيمال فالينكس هحصل على شكل انكونجروانت للجوين, فبالتالي لازم اصلح ده هو كمان مره ثانيه بموديفايد شيفرن اوستيوتومي او واحده من الاوستيوتوميز اللي بتصلح الديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل. واضحه النقطه دي؟ علشان بس في ناس كتير ما بتبقاش فاهمه يعني ايه كونجروانت هالوكس وإن كونجروانت هالوكس فالجس. طيب ده كلام جميل.
نيجي بعد كده بالنسبه للانجلز دي بقى قلنا ان احنا بنستفيد منها في الجريدنج، فبنقسم الهالوكس فالجاس انتو 3 جريدز، مايلد ومودريت وسيفير. والجريدز بتاعتها طبعا كلنا عارفين الدرجات ده هي بتبقى كام. تمام يا شباب. طيب نيجي بقى للمانجمنت او الالجوريزم اوف مانجمنت اوف هالوكس فالجاس. والالجوريزم ده في الحقيقه انا اللي حطه، يعني ده الطريقه اللي انا ماشي عليها، وهتلاقي برضو في كتب كتير ماشيه على نفس القصه. اول حاجه لازم اشوف الجوينت اللي موجود عندي ده is it arthritic or not arthritic. تمام. لو الجوينت ده not arthritic هبص على ايه؟ هبص على الدرجه بتاعه الهالوكس فالجاس، يعني الانتر ميتاتارسال انجل والهالوكس فالجاس انجل. لقيتها مايلد اللي هي من 9 ل 12 دي بتاعه انتر ميتاتارسال، او من 15 لحد 25 بالنسبه للهالوكس فالجاس انجل مايلد جريد. في الحاله دي اقدر اعمل واحده من ضمن الاوستيوتوميز اللي هم الديستال اوستيوتوميز، ديستال ميتاتارسال اوستيوتومي زي الشيفرون اوستيوتومي. تمام. لو هي مودريت، لو هي مودريت اللي هو هعمل ده في ديستال وهعمل بروكسيمال، يا اما اعمل حاجه بنسميها لابيدوس بروسيدور او اللي هو التارسو ميتاتارسال فيوجن. يبقى ده الحالات النون ارثريتك، مايلد ولا مودريت ولا سيفير، واكوردنج تو ذا سيفيريتي انا بخطط الليفل بتاع الاوستيوتومي فين. حد هيجي يقول لي طب ليه في المايلد انا بعمل ديستال اوستيوتومي؟ لان الباور اوف كوركشن اوف ديستال اوستيوتومي از فيري ماينور. انا بعمل ايه؟ تخيل انت الايد دي كلها كده، لو عايز ان انا لو حركت وعملت بروكسيمال وزقيت هقدر ان انا اعمل باور اوف كوركشن هتبقى عاليه قوي. انما كل ما اكون ديستال ونير تو ذا كورا اوف ديفورميتي الباور اوف كوركشن بتاعتي هتبقى قليله جدا. كل ما اكون بروكسيمال وبعيد عنها الباور اوف كوركشن هتديني مسافه اطول اقدر ان انا اصلح بيها مسافه اطول. دي نقطه مهمه جدا. طيب لو كان arthritic joint، لو كان arthritic joint in this case I have to make decision according to the activity of the patient. لو العيان ده old inactive patient بنعمل نوع من انواع العمليات اسمها الكيلر بروسيدور. عارفين الكيلر بروسيدور؟ ايه الكيلر بروسيدور ده؟ الكيلر بروسيدور ده ان انا بعمل resection للarticular surface بتاع البروكسيمال فالنكس وبعمل interposition بسوفت تيشو فيها، فبالتالي زي الريسكشن ارثروبلاستي كده انا شلت مجرد الارتيكولار سيرفيس، فبالتالي الجوينت مش هيبقى بينفول وبحط كوار شويه وبعدين بشيله والعين بيبدا يمشي. المشكله فيها ان الجوينت بقى فليل، الصباع بقى فليل، الكوكب ديفورميتي فيها عاليه جدا، ان الباور اوف بوش اوف بتبقى ديمينيشد، فبالتالي ما تنفعش في يونج اكتيف بيشنت، لازم اعملها في عيان يكون روماتويد اولد ايج ما بيمشيش حركته قليله. In this case I can do it. طيب لو كان عندي بقى young active patient هعمل له ايه؟ هعمل له حاجه بنسميها NTB fusion اللي هو بثبت البيك تو بسمكره. تمام. وممكن اعمل الارثروبلاستي، بعض الناس بتعملها، بس في الحقيقه الارثروبلاستي الاوتكم بتاعها مش حلو، الكومبليكيشن ريت بتاعها عالي، الاوسيولوسيس فيها كتير جدا، فما عادش بنعملها زي الاول. اوكي يا شباب. طيب في بعض البروسيدورز احنا بنعملها على حسب، منها حاجه اسمها الماك برايد ريليز اللي هو اللاترال سوفت تيشو ريليز، ودي مش كل الحالات بنعملها فيها وهنتكلم دلوقتي امتى نعملها. وفي عندنا حاجه بنسميها الايكن اوستيوتومي، ده بيبقى عباره عن ميديال كلوزنج ويدج اوستيوتومي بنعملها في البروكسيمال فالنكس لما بلاقي ان الهالوكس فالجاس انجل ستيل عاليه بعد ما عملت الميتاتارسال اوستيوتومي. تمام. ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. ما تنساش الهايبر موبايل فيرست راي بنعمل له اللابيدوس بروسيدجر. اوكي يا شباب. ده الالجوريزم بتاعنا. عشان كده بقى حضرتك ما ينفعش انك تخش انك تعمل عمليه كده على طول بتاعت هالوكس فالجاس غير لما تكون عارف التولز اللي في ايديك. احنا مثلا اما باجي اشتغل ركبه انا في كام عمليه لازم اكون عارفها. لما اكون بشتغل بيدياتريك في الفود في مثلا كذا بروسيدور بعرف.
في الهالوكس فالجاس you shouldn't go through هالوكس فالجاس surgery من غير ما تكون عارف التكنيكس دي، الموديفايد ماك برايد ريليز، البانيونيكتومي ازاي بتتعمل وايه الرول بتاعها، الشيفرون اوستيوتومي بنعملها ازاي، السكارف اوستيوتومي او اي واحده من الدايفيزير هو الافضل طبعا السكارف، البيزل اوستيوتومي ازاي، اللابيدوس بروسيجر ازاي، الايكن اوستيوتومي ازاي، فيرست ميتاتارسال فيوجن، ميتاتارسال فرينجال فيوجن ازاي، وكيلر بروسيجر ازاي. وفي الحقيقه احنا هنجو ثرو التكنيكس دي بسرعه، هندي اكزامبلز ليها بحيث نبقى كلنا عرفنا ازاي ان احنا بنعملها. تمام، اول حاجه الماك برايد ريليز او السوفت تيشو ريليز. السوفت تيشو ريليز احنا بنعمله لما بيكون العيان موجود عنده تايت لاترال استراكشرز، بعمل لها اسيسمنت ازاي في بدايه العمليه، بزق الصباع في فيروس، لو العيان ما بيقدرش يجيب اكتر من 30 جريز فيروس في الحاله دي يبقى في عنده تايت لاترال سوفت تيشو ريليز، فبعمل الريليز. ممكن اعمله من انسيجن زي ده، وممكن ان انا اعمله من انسيجن نفس الانسيجن بتاع الميديال انسيجن بتاع الاوستيوتومي العادي. ومجرد ما بعمل الريليز بشوف وبعمل اسيسمنت العيان دوت بيتحرك قد ايه، وهتشوف هنلاقي ان العيان بقى بيجيب اكتر من 6 ديجريز فيروس، فيبقى كده الماك برايد ريليز بتاعي مظبوط. خد بالك هتلاقي زمان كان في حاجه اسمها الاوريجينال ماك برايد، هتلاقوه في كامبل وفي بعض الكتب القديمه، اللي هو كان بيجي يقطع الادكتور هالوجس كلها ويجي يعمل لها ري اتاتشمنت مره ثانيه في الميتاتارسال. طبعا احنا ما عدناش بنقطع الكلام ده، احنا بنقطع ايه؟ بنقطع السيسامويدو فالانجيال اكسبانشن. فيروس خرجوا من العمليه فيروس، فمهم قوي ان انا لما اجي اقطع الحته اللي هي بتاعت السيساموييدو فالنجيال ليجامنت، هو دي المكان اللي بنعمله ريليز هو واللاترال كبسول. ماشي يا رجاله، يبقى ده الماك برايد ريليز، وازاي احنا بنعمل له التكنيك ده بنعمله. زي ما قلت لكم من شويه ممكن نعمل الماك برايد ريليز من خلال الانسيجن نفسه، مش بسيبريت انسيجن زي ده. بنفتح من سرول انسيجن الميديا اللي احنا هنشتغل فيه، وبعمل ريليز لللاترال سوفت تيشو بالبروسيسر اليفيتور، او بعملها له بالمشرط. اوكي يا رجاله، طيب الماك برايد ريليز بيعمل مشاكل. نعم، معلش هنقفل الفيديو، عمل برضه مشكله. معلش هنقفل الفيديو، نرجع نفتح الفيديو الثاني على الشات ان شاء الله. نرجع نفتح الفيديو الثاني على الشات ان شاء الله. تمام، اوكي. طيب الصوت كده واضح برضو؟ ده كده احسن ما شاء الله، كده كويس. كده احسن ما شاء الله. طيب الماك برايد ريليز يا بلاد خدوا بالكم منه، ما تعملوهوش دايما او روتينلي مع الحالات اللي فيها شيفرون اوستيوتومي. الكومباينيشن اوف شيفرون اوستيوتومي او ديستال اوستيوتومي مع ماك برايد ريليز بيبقى في انكريست انستنس اوف افاسكولار نيكروزس في الهيد، فبالتالي مش دايما بنعمل الماك برايد ريليز مع الديستال ميتاتارسال اوستيوتومي بالذات ثرو سيبريت انسيجن. لو عملته ثرو سيبريت انسيجن وفي انذر انسيجن موجود هنا، الانسنس اوف افاسكولار نيكروزس بيبقى عالي قوي، فناخد بالنا من ماك برايد ريليز والهاندلنج اوف سوفت تيشو واحنا بنعمل ديستال ميتاتارسال اوستيوتومي. التكنيك بتاع بقى الاوستيوتوميز عموما اغلبها او كلها احنا بنعمله من خلال انسيجن دورسو ميديال. الانسيجن الدورسو ميديال ده بيبقى فيه ميزه كويسه، اولا هو مش ميديال قوي فما بيعملش فريكشن كتير، الحاجه الثانيه هو مش دورسال فبالتالي ما بيعملش كوزموتيك ابيرنس باد، لان في ناس بتحب الدورسال دايركت دورسال انسيجن ده، فهي كوزموتيكالي باد ما بحبوش اطلاقا، وبيبقى الاكستنسور هايسوس في سكتك، ويعني انا ما بحبش الدورسال انسيجن. الدورسو ميديال از ذا بيست، لكن تاخد بالك من الدورسو ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا بيك تو، لان ده بيبقى في سكتك اللي احنا شايفينه ده، وممكن ان هو يتعور. كان في بيبر لطيفه قوي كنت راجعتها قبل كده عن البوزيشن اوف ذا الدورسو ميديال كوتينيوس نيرف ان ريليشن تو الاكستنسور هايسوس لونجس،
ولقوا ان هو بحوالي من 15 ملي في زون من 9 ل 15 ملي اكوردنج للسيفيريتي بتاع الهالوكس فالجاس. فانت تبقى حريص لما بتبقى في الزون ده هوت وتعمل ديسكشن للنيرف علشان ما تعوروش. الحاجه الثانيه او الاستراكشر ات ريسك الثاني اللي خطير جدا وانت بتعمل الانسيجن ده هو البلاد سبلاي بتاع الهيد. البلاد سبلاي بتاع الهيد بيبقى داخل فين؟ الجانكشن ما بين الهيد وما بين النيك بتاعت الميتاتارسال. فالحته اللي عليها السهم دي يو شود نيفر جرو ثرو ذيس اريا بسكالبل او بنايف او بكوتري، لانك انت لو عورت البلاد سبلاي من هنا بنسبه كبيره العيان ده هيجي له افاسكول نيكروزس اوف ذا هيد. البانيونكتومي بعد كده احنا بنعمل البانيونكتومي ان احنا بنشيل البانيون. طب سؤال يا شباب برضو عايز اجابه منكم، بس جاوبوا في الانسرز في كويشنز اند انسر، ما جاوبوش في الشات يعني. طيب احنا ايه الليفل بتاع البانيونكتومي؟ اقطع فين اقصى حته اقدر اوصل لها ده انا اقطع فيها؟ يعني اقطع فين؟ هل في لاند مارك؟ برافو على خالد السيسي اسرع واحد جاوب. عند الكريست، شايفين الجروف اللي قدامكم ده؟ الجروف ده اسمه الميديال كريستا، والميديال كريستا دي لاند مارك عندي مهمه جدا. I should never go through lateral to the medial crista. كل القط بتاعي should be medial to the medial crista. لو جيت lateral ليها ايه اللي ممكن يحصل يا خالد يا سيسي؟ اللي ممكن يحصل للعين يحصل له العين ده ممكن يحصل له هالوكس فيروس ونتيجه ليه الاكسسيف بانيونكتومي. شاطر يا رضوان. اوكي. بقطع العظمه، تاخد بالك برضو وانت بتعمل قطع العظمه ان ما تعملش بريتشنج للميديال كورتكس بتاعه الفيرس ميتاتارسال، لانك انت ممكن تكسرها او تعور. بعد كده بقى نقطه مهمه جدا وكتير منكم بيغفل عنها، سيادتك وانت بتعمل الاوستيوتومي سواء هتعمل بقى شيفرون او سكارف او الكلام ده كله، انت لو عملت الاوستيوتومي احنا قلنا الفيرس ميتاتارسال بيحصل فيها ايه؟ الفيرست متاترسل بيحصل فيها فيروس، وايه تاني يا دكتور اسامه؟ فيها برونيشن. يبقى if you cut وهي في فيروس and برونيشن do you expect مع الترانسليشن ان انت هتعمل ترانسليشن in a good plane؟ لا، انت عملت ترانسليشن in pronated position، فالبوزيشن بتاع الترانسليشن بتاعك هيبقى غلط. First step قبل ما اعمل الاوستيوتومي I have to fix the first، وبعد ما اعمل البانيونكتومي I have to fix the first metatarsal in the anatomical position. ازاي بعملها؟ بحط كفة رجل العيان كلها على ايدي وبثبت بكي واير perpendicular للسكند metatarsal زي ما ساعدتك شايف في الايمج فيو اللي قدامك. كده I kept the metatarsal in normal position او weight bearing position. فما اعمل الترانسليشن هيبقى الترانسليشن ان ذا كوركت بلين. تمام. النقطه الثانيه لما بمسكها مع السكند ميتاتارسل بتخلي الميتاتارسل ممسوكه كويس، فبالتالي ما بيبقاش سايبه واقدر اعمل القط بتاعتي بسهوله. واضحه كده يا شباب النقطه دي؟ طيب بعد كده هبدا اعمل الاوستيوتومي بتاعتي. احنا قلنا ان النيوترال بوزيشن ان انا احط الدايركشن بتاعي بيربنديكولار للواير اللي انا حطيته، بيربنديكولار للسكند ميتاتارسل. في الحاله دي لو انا جيت عملت ترانسليشن، تخيل بقى ان انا كسرت الميتاتارسل عند الحرف ان ده، عند الخط ان ده، وجيت زقتها لاترالي. قول لي كده بقى حضرتك واكتبوا لي في الكويشنز اند انسر، ايه اللي هيحصل في طول الفيرست ميتاتارسل لما اعمل شيفت؟ يعني انا دلوقتي هل هو هيطول ولا هيقصر ولا هيفضل زي ما هو؟ انا كسرت دلوقتي بارلل لللاين ام. اكتبوا لي في الانسر في كويشنز اند انسر، في كويشنز اند انسر مش في الشات. نو تشينج. شاطر يا رضوان. رضوان بيقول ان مش مايرو بيقول هيبقى فيه لينس. لا يا مايرو مش هيبقى فيه لينس. اللي هيحصل يبقى نو تشينج، انا زقتها بارلل للخط ان ده، فما فيش التيميت تشينج ان ذا لينس اوف فيرست ميتاتارس. طيب لو انا خدت بقى عوجت ايدي، يعني خليتها دايركتد ان بروكسيمال دايركشن ان كومباريزن تو اللاين ان، يعني خليتها زي اللاين اس ده، وجيت قطعت الاوستيوتومي بتاعي في هذا الدايركشن وجيت زقتها وعملت ترانسليشن لاتر، الاوفر اور لينس بتاع الفيرس ميتاتارسل هيبقى ايه؟ شاطر يا رضوان واشرف. هيحصل ايه؟ هيحصل شورتنينج للفيرس ميتاتارسل. هيحصل شورتنينج للفيرس ميتاتارسل. طيب لو انا خليت ايدي
مش بارل لللاين ان، لا خليتها دايركت ديستال، وجيت عملت ترانسليشن للديستال فراجمنت زي ما انتم شايفين كده. الاوفر اول لينس بتاع الفيرست ميتاتارسال هيبقى ايه رجاله؟ ها واضحه بقى، هيبقى لينسنت، هلاقي ان الاوفر اول ميتاتارسال هتطول. طيب ده كلام جميل جدا. طيب ها انت يا دكتور اسامه، ساعات انا ببقى احتاج اطول الفيرست ميتاتارسال او اقصرها؟ يعني انا هقعد العب في الدايركشن بتاع الاوستيوتومي علشان اطول ولا اقصر؟ اه طبعا بنلعب في الدايركشن بتاع الاوستيوتومي. ليه بقى؟ افرض ان العيان عنده ميتاتارسالجيا. ميتاتارسالجيا معناها ايه؟ ان العيان بيحمل على الليسر ميتاتارسلز اكتر. In this case I need to make a little bit lengthening and plantar flexion للفيرست ميتاتارسل، وبحيث ان اخلي الفيرست تري هو اللي يشيل وزن الجسم اكتر من الليسر ميتاتارسل. تمام؟ وعشان لو حضرتك عيان عنده ميتاتارسالجيا وجيت عملت له نوع من الاوستيوتومي وحصل شورتنينج اوف ذا فيرست تري، العيان ده هياكلك بعد العمليه لان الميتاتارسالجيا بتاعته هتزيد، واخد بالك؟ فتاخد بالك وانت بتعمل اسيسمنت للعيان وانت ديزاين الاوستيوتومي بتاعك والبلين بتاعك. زي ما احنا عملنا تاثير في اللينس بتاع الميتاتارسال، احنا نقدر نعمل تاثير اولسو على البوزيشن بتاع الميتاتارسل، اخليها بلانتر فليكسد او دورس فليكسد. ده الحرف ان بتاعي اللي هو بارالل تو ذا اكسس ترانسفيرس اكسس بتاع الميتاتارسل. لو انا الاوستيوتومي بتاعي ان ذيس بلين، يبقى انا وعملت ترانسليشن يبقى ات ذا اند انا ما غيرتش في البلانتر فليكشن دورس فليكشن اوف فيرست ميتاتارسل. انما لو خليت ايدي في الاتجاه ده وعملت الاوستيوتومي بتاعي وعملت شيفت ترانسليشن لاترالي للجزء البلانتر ده، يبقى الاوفر اول بوزيشن اوف ذا فيرست ميتاتارسل هتبقى ايه؟ بلانتر فليكسد. طب لو عملت عندي في الاتجاه ده وجيت عملت ترانسليشن، الاوفر اول دايركشن اوف ذا فيرست ميتاتارسل هيبقى ايه؟ هيبقى دورسي فليكسد. يبقى انا ممكن العب ان انا اعمل اطول او ان انا اعمل بلانتر فليكشن او ان انا اقصر على حسب انا العيان مشخصه ايه، العيان عنده ايه ميتاتارسالجيا ولا ما عندوش، واقدر العب فيها براحتي زي ما انا عايز. طيب اديكم مثال لحاله دلوقتي، دي حاله بتاعت شيفرون اوستيوتومي زي ما انتم شايفين، هناخد الفيديو بتاعها. ده جا اكزامبل للاوستيوتومي، عملنا الدورسو ميديال ابروتش، اخذنا بالنا وعملنا ريتراكشن للدورسال ميكوتينيوس نيرف اللي هو قدامنا ده هوت، وناخد بالنا منه، وبعد كده فتحنا الكبسول. عادة أنا بفتح الكبسول longitudinal، ما بنعملش التانج شيب ولا أي حاجة تانية. وبعد ما فتحنا الكبسول خدنا بالنا إن إحنا ما نخشش بالنايف تحت النيك، وبعد كده عملنا البانيونيكتومي الموجودة وشلنا البانيون وعملنا الفيكسيشن بريليمينري كي واير بربنديكولار تو ذا سكند ميتاتارسل، وعملنا بعد كده الشيفرون اوستيوتومي. والشيفرون اوستيوتومي يا رجاله كنا زمان بنعملها 60 درجه 60 درجه، دلوقتي لا احنا بنعملها حاجه اسمها شيفرون، بتديني مساحه احسن في التطويل وبتديني مسافه في الترانسليشن وبتبقى مور ستيبل وبتبعد عن البلاد سبلاي، لان كان زمان البلاد سبلاي بيتخصاب مع المنشار، احنا كده بنبعد من بعيد عن النك وبنثبت بريليمينري بكي واير، وبعد كده بنثبت الشيفرن اوستيوتومي بمسمار زي ما انتم شايفين كده في الفيديو اللي موجود قدامكم. اوكي يا شباب تمام. وبعد كده بنروح جايين شايلين الاكسس بون اللي موجود، بنشيله بالمنشار زي ما انتم شايفين في الفيديو دلوقتي، وبعد كده بنبدا نخيط الكبسول مره ثانيه. بعد ما بنشيل الريداندنت كبسول او الاكسسيف كبسول بنبدا نشيله، وبعد كده بنقفل الكبسول بالسوتشرز بتاعتنا. ده مثال للشيفرون اوستيوتومي، اتس ان ايزي تكنيك ما فيهوش اي مشكله. تمام. طيب في ادجفنت بروسيدجرز احنا قلنا عليها واتكلمنا عنها، واحده منهم الايكن اوستيوتومي. ايه الايكن اوستيوتومي دي؟ احنا قلنا دي عباره عن لاترال كلوزنج ميديال كلوزنج ويدج اوستيوتومي. دي لما الاقي في اكسسيف هالوكس فالجس ممكن اعمل الايكون ديت. الايكون ديها كذا، الايكن ليها كذا تكنيك. انا بشيل الويدج ده، ساعات بتعملها اوستيوتومي تبقى بارلل للجوينت لاين،
في بعض الناس بتعملها اوبليك، انا بحبها بالطريقه دي وبشيل الويج وبعد كده بقفل الايكن بالكلامب بتاعي وبحط سكرو. في بعض الناس بتحط ستيبلز صغيره او ميني ستيبلز زي ما انتم شايفين كده، وبعمل اسيسمنت وبشوف شكل البوزيشن بتاع الفيرست مترسل عامل ازاي وبثبتها بالمسمار. بعد ما حضرتك عملت ريدكشن وظبطت الدنيا، تقدر بالايمج انتنسيفاير تعمل تشيك وتشوف البوزيشن اوف سيسامويدز بتاعتك. احنا عندنا وفي بيبر كانت لطيفه قوي برضو عن الميديا سيسامويد بوزيشن وقسمها لفايف جريدز. اما تبص على الصوره الجريد زيرو ده النورمال بوزيشن، جريد 1 ان الميديا سيسامويد تبقى تاتشنج، بنسميها الانتر سيسامويد لاين او الانتر سيسامويد كريست، ان تبقى تاتشنج ليه او مايلد بوزيشن. جريد 2 ان اغلب السيسامويد تبقى عدت من الانتر سيسامويد لاين، وجريد 4 اللي هو كل السيسامويد حصل فيها شيفت. طبعا انت لو انت انترا اوبراتيفلي ولقيت العيان بتاعك بعد ما عملت له الاوستيوتومي ان السيسامويد شيفت از فيري هاي بالطريقه ديت، يبقى توقع ان في فيري هاي انستنس اوف ريكرنس اند يو شودنت ليف ذا بيشنت بدوت. وما تحاولش انك انت تصلح السيسامويد شيفت بان انت تعمل كابسولورافي. اما هتعمل كابسولورافي جامده للعيان ده وتايتنس وتعتمد على السوفت تيشو ريبير، يبقى موست بروبلي هيحصل ريكرنس وهيحصل فيلير للسوفت تيشو ريبير ده. فلازم تعمل حاجه تانية، يا اما تعدل من الاوستيوتومي يا تفكها يا تزود الترانسليشن يا تاد انذر بروكسيمال اوستيوتومي مع السكارف او مع الديستال اوستيوتومي اللي انت عملتها. المهم ما تخرجش العيان من على الترابيزه وانت عندك اكستنسيف سيسامويد شيفت زي اللي انت شايفه ده اهو، زي دي حاله زي ديت، ادي السيسامويد شيفت بتاعها بعد العمليه في تاتشنج، ده الانسنس اوف ريكرنس بيبقى عالي. بوست اوبرتيفلي بنعالج العيان ازاي؟ كم واحد منكم بيعمل كاست بعد العمليه؟ اعتقد ان يعني اللي بيعمل كاست ده يضرب بالنار، باستثناء اللابيدوس بروسيدجر اللي ممكن نحط له باك سلاب بعد العمليه. اي نوع من انواع الاوستيوتوميز انا ما بحطلهاش كاست خالص، احنا بنحط الهالوكس فالجاس راب بالطريقه دهيت، وبنلبس العيان سبيشال شوز بنسميها ويدج شوز، والعيان بيبدا يمشي عادي خالص تاني يوم بعد العمليه وبيتحرك بسرعه. اوكي يا رجاله، طيب كده احنا خلصنا التكنيكس. ما تفتكر دايما ان قبل ما تروح لهالوكس فالجاس سيرجري يو هاف تو انالايز ذا كومبلين اوف ذا بيشنت، تعرف مشكلته ايه، شوف الباثولوجي اللي موجود عنده ايه والشكوى ايه واسبابها ايه، وشوف الكونكوميتنت باثولوجي اللي ممكن يكون موجود. ما تنساش السبيشال كونسيدريشنز الخمسه اللي قلناهم، السكريتال اميتيور دايابيتكس اللي معاهم ديفورميتي اللي معاهم تندو اكيلس نيوروماسكولار والهايبر موبايل فيرست ايد، ولازم تختار الكوريكت بروسيجر للكوريكت كيس. وشكرا جزيلا ليكم وللدكتور محمد، والشات بقى اللي عايز يسال يشرفني يعني. شكرا دكتور سامير، حاضره رائعه كالعاده يعني. انا مش هجيب جديد صراحه لما اقول يعني المحاضره ممتعه وخليت الصعب سهل جدا، وجمدت الناس على التعامل يعني مع مواضيع يعني فعلا في الكومن براكتس هي كومن الحقيقه. ولغايه بس ما الناس تكتب الكويشنز يا ريت تكتبهم يا جماعه على الكيو ان دي، والدكتور عاطف يجهز نفسه للدسكشن مع حضرتك. لو تدي كلمه للناس على التعامل مع الدايابيتك بيشنتس، المشكله ديت لو عيان دايابيتك هل يجمدوا قلبه يعني قلبهم يشتغلوا معاه، ولا ايه الادفايس بتاعتك يا دكتور اسامه؟ والله سؤال جميل يا دكتور اسامه. بصوا بقى يا شباب، الدايابيتكس عندنا دول كاتيجوريز، تمام؟ احنا في عندنا عيان كنترول دايابيتس، ده اول كاتيجوري. عيان كنترول دايابيتس ده وما عندوش اي نيورولوجيكال ديفيسيت موجود في رجله، ده شخص طبيعي تماما وتتعامل معاه كانه شخص عادي خالص بدون اي احتياطات وبدون اي حذر ولا اي حاجه، از لونج از ان الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه كنترولد والعيان الفاستنج والبوست بانديال كنترول والعيان ما عندوش اي نيورال ديفيسيت موجود في رجليه، تمام؟ طيب نيجي للكاتيجوري الثاني، العيان اللي هو ان كنترولد دايابيتس ولكن ما عندوش
نيورولوجيكال ديفيسيت، يعني العيان ده الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه ضارب في السماء 9 ولا 10، والعيان ده هو الفاستنج والبوست برانديال برضه بايظين، بس العيان ده ما عندوش مشكله موجوده في الفود من ناحيه النيورولوجيكال اكزامينشن، يعني التو بوينتس ديسكريميشن اللي بتعمله كويس، والبروبريسبشن بتاعه كويس، وما فيش عنده اسكيميا وما فيش عنده مشاكل في رجليه. العيان دوت يو كان مانج هيم از نورمال، ولكن يو هاف تو كنترول الدايبيتس قبليها، وبتديله فرصه طالما هي الكتيف سيرجري ان هو يظبط السكر في خلال شهرين لثلاثه، ما يعملش اكيوت كوركشن للدايبيتس بتاعه، لا ياخد وقته لحد ما يعمل له كوركشن بتاعه. تمام. ثالث نوع بقى العيان اللي هو عنده ان كنترولد دايبيتس، والعيان ده هو في عنده ديفيسيت نيورال ديفيسيت موجود في رجل العيان. ذيس العيان اللي عامل الكتيف سيرجري، الكتيف سيرجري يو هاف تو بي كيرفول و هاف تو كوركت الكونديشن الكتيف سيرجري، بس انديكيتد وعامله له مشكله. ان ذيس كيس يو هاف تو تريت البيشنت افتر بي كنترول. كنترول ازاي؟ اول حاجه هتعمل له كنترول للدايبيتس وبتاعه بالانسولين وبالحاجات بتاعته. نمره 2 هتشوف البلاد سبلاي والاسكيميا بتاعه الفود، فبتطلب له دوبلكس وبتشوف الانكل بريكر ريشيو قد ايه، ولو العيان ده عنده اسكيميا ممكن يحتاج يوسع يعمل بالون او يعمل باي باس للشرايين بتاعته بحيث تو كيب البلاد سبلاي بتاع الفود وتو كنترول الدايبيتس بتاعه، وفي الحاله دي يو كان مانج هيم سيرجيكالي. تمام. لو العيان دوت از ايمرجنسي يو هاف تو تريت ذيس بيشنت برضه، ولكن كايمرجنسي، وتعمل الحاجات اللي احنا ريتروجريد بعد كده، يعني تعمل له تشوف الاسكيميا تشوف الكلام ده لو ايمرجنسي. تمام. يبقى دي الكاتيجوري بتاعه البيشنتس اللي موجوده عندنا. في نقطة بس في بعض الناس بقى بتخلط منها، اللي هي ما بين الشاركو وما بين التروما والفراكشر ان دايبيتكس، لان دي احنا قلنا emergency you have to treat him with extra push. وحدي مثال، عيان مثلا جاله فراكشر انكل، بوتس فراكشر انكل، والعيان ده دايبيتك uncontrolled، العيان ده دايبيتك uncontrolled، بس العيان ده حصل له تروما وفراكشر دلوقتي وsignificant تروما. How should we treat this patient؟ نعالجه ازاي؟ هل انا هعالج العيان دوت بجبس؟ هل هعالج العيان ده ميني انفيسيف؟ هل العيان دوت هعمل له سيرجري عادي؟ لا، لازم يبقى العيان اللي عنده فراكشر وهو دايابيتك whether controlled or not controlled he should be treated surgically and aggressively even. يعني لو عنده bimalular pots fracture ankle وحركب له لوكد بليتس وحركب له سكروز وهعالجه عادي خالص واجبسه، وبعد كده اعمل اكسترا كوشن بالنسبه للبوست اوبراتيف، امنعه من الويت بيرنج واطول فتره الكاست وامنعه من الويت بيرنج فتره اطول، واعمل له كنترول بقى للدايبيتس، وان كان في عنده مشكله فاسكولار نبدا نحلها له. ده لو عيان فراكشر ان دايبيتك. قصه ان انا الاقي بيجي لي عيان جاله بوتس فراكشر انكل، وعلشان بوتس مش شاركه، يعني العيان اتكسر وقع واتكسر، وكمان العيان دايابيتك ان كنترولد، يجي احد الزملاء يقول له لا انا هعمل لك جبس بس عشان انت عندك سكر. This is a crime. ده لازم انت تعمل له الفيكسيشن، and you have to warn the patient ان ممكن يحصل مشاكل لو حمل على رجله بدري، فبتعمل له انت extra fixation ببليتس وبسكروز، وبتعمل له الكاست بتاعته، and you deal with him as normal patient، بس بتديله extra care من ناحية kind of immobilization and non-repairing، من ناحية kind of fixation بتستخدم أي نوع. سلمى تمام؟ كده يا شباب. دكتور عاطف. يا حبيب قلبي معاك، معلش. طيب. نبتدي الأسئلة ولا لسه؟ احنا كنا بنجاوب على السؤال اللي هو بالنسبه للفراكشر ان دايابيتكس. ايوه. الشاركو بقى يا شباب دي قصه ثانيه خالص. الشاركو ده عيان بيمشي في كاسكيت ثاني. العيان ده بيبقى بيتشخص انه عنده سنسبل فوت، والرجل بتبقى سوولن وريد وجليسنينج، والبيكتشر بتاعه الاكس راي بتبقى باثوجنومونيك، بيبقى فيها ايروجنز وبيبقى فيها ديس اورجانيزد بون،
ده قصة تانية خالص. الأكيوت شارك ونو تاتش ما بنمدش إيدينا عليه وبنعالجه كونزيرفتر. والكرونيك أو الصاب أكيوت شارك وي كان تريت هيم سيرجيكالي أكوردنج ليه شكل الرجل إيه وكده يا جماعة. فإحنا ممكن بعد كده نبقى نعمل حاجة كده ديسكشنز عن الدايبيتك والفود بروبلم في الدايبيتكس لأن دي يعني كلام يطول. يعني موضوع البوتس فراكشر يا دكتور أسامة في الدايبيتكس ده موضوع فيري فيري كريتيكال يعني. احنا عندنا في اسم العظام عين شمس يعني الوحدة عندنا حتى احنا حاطين الجوريزم معلقينها في الكوريدور اللي هيبص عليها. يعني دي الجوريزم مهمة جدا ازاي how to manage trauma patient with diabetes في الفوت يعني trauma في الفوت in a patient with diabetes. واحنا حاطين الانفستيجيشنز اللي مطلوبة والحاجات الكنترول اللي انت تعملها والجوريزم واضحة قوي معلقينها عندنا في قسم جراحة العظام في عين شمس للنواب كلها ماشيين عليها. طب تمام دكتور عادل بيه اتفضل الدسكشن بيه. ماشي طبعا كعادتك يا اسامه لم تخزلني ابدا ومحاضره فوق الوصف جميله جدا. طبعا انا فرحان جدا لان واضح ان في مريدين كتير للفوت اند انكل ابتدوا يظهروا وده بيبان من الاسئله اللي سالوها. طبعا انا توقعت السؤال ده كثيرين طلبوا يا اسامه وهو الديستال ميتاتارسال ارتيكولار انكل عايزين إعادة ليها يفهموها. طيب تمام انا هعرضها على سلايد ثاني ولا هتقولها انت دلوقتي؟ لا انا مع وايت بورد دلوقتي انا هشير وايت بورد. بصوا يا شباب دلوقتي احنا طب معلش انا هوقف السلايد وهعرض الوايت بورد دي. الو ايوه اسامه احنا معاك. معلش انا هعمل شير بس للوايت بورد. ماشي يا حبيبي عشان نرسمها بس للشباب لان فعلا هي مهمه وبتلخبط ناس كتير قوي. بص يا رجاله دلوقتي ادي الفيرست ميتاتارسال وادي الهيد بتاعتها تمام وادي الهالوكس فالجاس الفيرست هيت فالينجز موجود عندي. ماشي يا رجاله الفيرست الارتيكولار سيرفيس هنا انجل اخبارها ايه؟ الارتيكولار سيرفيس انجل دي احنا بنقيسها ازاي؟ بناخد البربنديكولار للاكسس وبناخد اللاين اللي ما بين التو بوينتس بتوع الارتيكولار سيرفيس والانجل دي اقل من 10 اللي هي دي الانجل دي النورمال انجل. لما بص على المان دي الارتيكولار سيرفيس بتاعت الفالكس ودي الارتيكولار سيرفيس بتاعت الجوين. النوع ده من الهالوكس فالجس السؤال بقى اللي بساله لكم ده اسمه كونجروانت ولا ان كونجروانت هالوكس فالجس بالمنظر اللي قدامنا ده ده congruent ولا incongruent؟ يلا جاوبوا على الشات او على questions and answers. في اختلافات في ناس بتقول congruent وفي ناس بتقول incongruent. طيب عشان بقى تفهم هي دي امتى اسميها congruent و incongruent تخيل انا بعد ما هعمل كوركشن للهالوكس فالجس انا هعمل كوركشن ازاي؟ ان الميتاتارسال دي سي مثلا انا هعمل سكارف وهنقلها فهتبقى الميتاتارسال دي بقت شيفتد كده اهوت زي ما هي تمام؟ اوكي رجعت زي ما هي ومجرد ما انا رجعت الفيرس ميتاتارسال هيد الجوينت بتاعي بقى شكله عامل كده اوكي بقى الشكل بتاعه كده تمام. في الحاله دي انا بسمي النوع ده incongruent hallux valgus ان الجوينت از disturbed الشكل بتاعه مع الهالوكس فالجس بعد ما بصلح بيرجع طبيعي تمام. انا ما احتجتش العب في حاجه في الديستال ارتيكولار سيرفيس انجل لان هي زي ما هي مجرد من ده انا عملت الريليز لاترالي وعملت الاوستيوتومي بتاعي ورجعتها طبيعي كده الهالوكس فالجس رجع مظبوط والهيد رجعت فوق الهيد
بقت خلاص الدنيا بقت مظبوط. بقى ده بنسميه ايه؟ incongruent hallux valgus. بعد ما بيتصلح بيبقى congruent. تمام؟ المشكلة بقى في ايه بقى؟ في الكونجروانت هالوكس فالجس، ان انا وانا في هالوكس فالجس بوزيشن الاقي ادي الفيرست البروكسيمال فالينكس، الاقي الارتيكولار سيلفس نفسها اتعوجت بالطريقه ديت وبقت عامله زي الايس كريم المعوج، بوله الايس كريم المعوجه. شايفين كده؟ ده العيان عنده هالوكس فالجس. انما لما اجي اشوف الارتيكولار سيرفيس انجل اللي موجوده عنده بقى، ده الاكسس اهو بتاع الفيرس متاترسل، وده البربنديكولر اللي عليها، الاقي ان الانجل ديت اتقلبت وبقت موجوده الناحيه الثانيه، والجوينت يبان وهو في هالوكس فالجس الجوينت يبان كويس، ما فيش اي سبلكسيشن، اللي هو ده بيسموه كونجروانت هالوكس فالجس، ان في هالوكس فالجس بس الجوينت شكله كويس. ده معناه ايه؟ ان الارتيكولار سيرفيس انجل اللي موجوده عندي دي اتقلبت مع اللونج ستاندنج ديفورميتي، حصل استراكشلر ديفورميتي في قلب الفيرست متاتارسال وبقى الشكل بتاعها بالمنظر ده. طيب ده لما اجي اصلحه هلاقي الارتيكولار سيرفيس انجل بعد ما صلحته بقت شكلها عامل كده، اوكي، معوجه كده، والفيرست متاتارسال بقت عامله كده. تمام، انا صلحت الهالوكس فالجس انجل، انما الارتيكولار سيرفيس بتاعي مازال معوج، والارتيكولار سيرفيس مش فيتنج مع الارتيكولار سيرفيس الثاني بتاع البروكسيمال فالنكس بعد الكوريكشن. يبقى ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه كونجروانت هالوكس فالجس. الكونجروانت هالوكس فالجس بتبقى معوجه معاه الديستال ارتيكولار سيرفيس انجل، الانكونجروانت هالوكس فالجس بتبقى الديستال ارتيكولار سيرفيس انجل بتبقى از نورمال. تمام، فبالتالي لما اجي اصلح هالوكس فالجس with incongruent I have to correct also this. فوانا بعمل الشيفرون بتاعتي انا بشويج من هنا بحيث ان انا اقلب كل الارتيكولار سيرفيس ويبقى الارتيكولار سيرفيس عامل كده وماشي بارلل مع الارتيكولار سيرفيس التاني. تمام، وضحت كده ولا صعبة؟ اعتقد كده اوضح كتير. ده ياريت تضيف السلايد دي الى السلايد بتاعتك يا سامة، رائعة يعني. الله، يعني ما نبقى بعد كده في المرات الجاية ما نقدم cases presentation نبقى نعرض examples للحالات دي. تمام، هنبتدي بقى الأسئلة. تفضل. How does hallux valgus affect the windlass mechanism؟ الwindlass mechanism، هي الwindlass دي بتحصل نتيجة لإيه يا شباب؟ إن عندي عندي البلانتر فاشيا بتبقى ماسكه في البيزس بتاعه الفالنجيز. تمام، لما علشان اشتغل ويندلس مظبوط، هي كلمه ويندلس دي معناها بقره، يعني كانت زمان دي ويندلس دي البقره الصيني، بيسموها البقره الصيني، ان بيبقى فيه خيط كده وبيلف على بقره والخيط ده هو تيجي يسحبه بيه يسهل الحركه والبولينج لفوق. احنا عندنا البقره اللي موجوده عندنا فين؟ البكره اللي موجوده عندنا هي الهيد بتاعت الميتاتارسال، وادي الفالنكس موجوده هنا بالمنظر ده. بتيجي الاخت البلانتر فاشيا دي بتبقى ماشيه هنا اهوت، تمام، وتروح جايه ماسكه في البيز بتاعت البروكسيمال فالنكس دي البلانتر فاشيا. لما اجي اعمل دورس فليكشن لفوق للبيك تو، البلانتر فاشيا ديت بتلف على البكره تعمل تايتننج لكل اللونجيتودينال ارش، وتخلي الرجل سهل ان انا اعمل بوش اوف وان انا اقدر امشي بسهوله. تمام، طيب انا لو كان عندي سبلكسيشن هنا هوت نتيجه الهالوكس فالجس، هل البكره دي هتشتغل بصوره بروبر؟ هتشتغل بصوره مظبوطه؟ لا، هيبقى الويندلس افكت دوت امبيرد، فالعيان يجي يعمل بوش اوف بيعمل اوف بوش اوف بصوره مش مظبوطه، ويخلي الويت بيرنج يبقى محمل اكتر على الليسر توز. واضحه كده الويندلس افكت؟ يبقى الويندلس افكت بيبقى افكتد في الهالوكس فالجس نتيجه لان البلانتر فاشيا والنوت رول اون ذا فيرست ميتاتارسوفارينجال جوينت ديو تو السبلكسيشن او الانكونجروتي اللي حاصله في الفيرست ميتاتارسوفارينجال جوينت، فبيحصل عندي الميتاتارسالجيا نتيجه ان البوش اوف بيبقى امبيرد. تمام؟ تمام. وير از ذا كريست ان بانيونكتومي بليز؟
الكريستا اهو ما احنا قلناه في السلايد. طيب ثواني كده هبينه لك ثاني. شير سلايد ستوب شيرنج وهنشوف ال هطلعه له ثاني في السلايد معلش. ده الكريستا اهو قدامنا تمام. ده الكريستا اهو يا شباب واضحة؟ واضح ولا؟ هو واضح بالنسبة لنا وان شاء الله يكون واضح بالنسبة برضو. ده الكريستا هو حاجة بنسميها الميديا الكريست. فالميديا الكريستا ده انا ما اجي اعمل I shouldn't go lateral للميديا الكريستا ده وإلا هيحصل subluxation للphalanx ويحصل hallux valgus. I should be always lateral medially وأقطع medially تمام؟ تمام. سؤال رائع يا أسامة بيقول how we can differentiate between hypermobile first ray and increased intermetatarsal angle with severe hallux valgus. والله انت سؤال حلو فعلا وأصلا السؤال ده عليه كمية debates غير عادية في الليتريتشر. يعني اللي هو في ناس بتقول هل الهالوكس فالجس ده هو اللي بيعمل هايبر موبايل فيرست ري يعني الهايبر موبايلتي بتحصل سكندري للهالوكس فالجس ولا ان الهايبر موبايل فيرست ري اللي بتعمل هالوكس فالجس. بص انا في الحقيقه الديفرنشيشن انا كليكالي انك انت تلاقي ان الفيرست اللي هو التارسو ميتاتارسال جوينت في موبيليتي غير عادية زي الفيديو اللي احنا بيناه. يعني فعلا بتبقى الحركة بتاعة الجوينت بلوزة خالص ما بتبقاش موجودة كده في النورمال ما بتبقاش طبيعية في النورمال بالمرة ده. ممكن الحاجة التانية في الاكس راي. الاكس راي بتديني كلو ان العين ده عنده هايبر موبايل فيرست راي زي مثلا الاكس راي بتاعة الحالة اللي احنا بيناه. الانتر مترسل واسعة بس الترسل جوينت بيبقى اوبليك. يعني بص عندي كده في الصوره دي معلش انا هبعد الصوره دي دلوقتي عشان تشوف الترسل متترسل انجل شايف اوبليك ازاي. ده مش الطبيعي ما بيبقاش بالطريقه دي. وساعات ابص الاقيه عامل زي بولاند سوكت برضو في بعض الاحيان. في اللاترال فيو بيلاقي ان هو بيبقى في دورسال ستيب بتبقى موجوده. واهم حاجه زي ما بقول لك الكلينيكال بص على الفيديو اللي موجود بس لو اشتغل يعني بتلاقي ان الجوينت بيبقى بيتحرك بسهوله شديده جدا. فيعني ده الهايبر موبايل فيرست راي وانا اعتقد ان هو يعني رير ان هو يكون سكندري للسيفير هالوكس فالجس رغم ان في بعض البيبرز هو سكند. المنظر ده ما بيحصلش طبيعي في حالات السيفير هالوكس فالجس كلها حالات والحالات ديت هي غالبا اللي بيبقى هايبر موبايل فيرست راي. اوكي يا شباب تمام يا اسامه. الرول اوف لابيدس ان روتيشنال ديفورميتي اوف هالوكس. طيب ده سؤال برضو جميل قوي. واضح ان هو حد يعني اكسبرت في الفوت اند انكل. بص اللابيدس دلوقتي حتى في كلام ان احنا عندنا برونيشن بيبقى موجود في برونيشن في الفيرست ميتاتارسال موجود تمام. بعض الناس دلوقتي اما بتيجي تعمل لابيدوس مش مجرد سيمبلي ان انا بعمل كوركشن لللابيدوس ان انا بشيل ويدج من هنا واروح مصلح اللابيدوس ومثبت اللابيدوس من هنا. لا هو also بيروتيت الفيرست ميتاتارسل وهو بيعمل القصه دي. بنعمل ايه؟ بنعمل زي واير بنحطه في قلب الشافت وبنلف بيه الميتاتارسل. وانا بلف الميتاتارسل ديت هلاقي spontaneously بيحصل correction للهالوكس فالجس انجل مجرد ان انا بصلح البرونيشن اللي هو زاد بزياده تمام. فعشان كده في ناس دلوقتي بتعمل cut اللي بتبقى موجوده مع اللابيدوس بيعملوها دوم شيب عشان تسمح ان انا اعمل correction of pronation. في بيبرز حديثه كتير في الكلام ده. طبعا انا بعمل اللابيدوس بالتكنيك الكونفشنال القديم ولكن I respect جدا الفكرة دي ان انا من اللابيدوس اقدر ان انا اصلح البرونيشن اللي بيبقى موجود في البيكتو. مين صاحب السؤال ده يا دكتور عاطف ولا مش لازم؟ لا اهو دكتور احمد طه.
طيب تمام، برافو يا دكتور احمد، واضح انك اكسبرت في الفوت اند دايت. بالنسبه للتريتمنت الجوريثم يا اسامه، بيقولوا حضرتك قلت حسب الاوستو ارثرايتس او ذا ميتاتارس اوف الانجيال جوينت، يعني مش حسب الانجلز؟ لا، ما هو حسب الانجلز، بس في البدايه لو ارثريتيك جوينت انا خلاص مش هخش في الدايليما دي خالص. ما هو اول حاجه لو كانت الجوينت ده ارثريتيك خلاص بقى احنا مش هنتكلم في ده، احنا بنتكلم دلوقتي هعمل له كيلر ولا هعمل له ام تي بي فيوجن. لو نان ارثريتيك حسب الانجل، مايلد ولا مودريت ولا سيفير. تمام تمام. When I ask to do an operation to hallux valgus case, how can I convince the patient that he need an operation? How do you convince? عادة if you want to convince يبقى العين ده مش محتاج، هو العين جاي لك بمشكلة. يعني بالعكس اللي بيحصل دايما معايا في الهالوكس فالجاس، ان انا sometimes I tell the patient no need for surgery، بالذات لو كان جاي بيشتكي بكوزموتيك بروبلم. ودي كتير بتقابلنا كتير في العيادة. طبعا حضرتك دكتور عاطف اكيد بيعدي عليك كتير، وبرضو كل بتوع الفوت. تمام. جدا من البنات بتيجي عايزة تصلح، انت بتقول لها لا ما تصلحيهاش، مش محتاج. فان انا هو العيان ازاي تو كونفينس ان هم ما يعملوش سيرجري، مش ان كونفينس يعملوا سيرجري. الغالبيه بيبقى جاي عايز يعمل العمليه، لان يا اما بيشتكي من بين، يا اما مش عاجبه الشكل، يا اما بيبوظ له الجزم يعني. بس كتير من عيانين هالوكس فالجاس دي وونت تو دو سيرجري يعني. اسامه تمام. هالوكس فالجاس ان تشيلدرن سيفير، كان وي دو سيرجري اور وي هاف تو كونسيرف؟ الحاله الوحيده اللي بعمل فيها هالوكس فالجاس ان تشيلدرن السي بيز اللي هو هي وونت تو بي امبيوليتد، يعني في بعض الاحيان بيبقى سي بي وهي از جوينج تو بي امبيوليتد وعنده مشكله ان احنا مش عارف يمشي بسبب السيفير برونيشن والهالوكس فالجاس. وفي الحاله دي اي كان تريت هيم، بس تشيلدرن امتى؟ اف هي نور تو فوت ماتوريتي، وخد بالك الفوت سكيليتال ماتوريتي بتبدا من 12 ل 14 سنه. فاي ان ذيس كيس اي دو فيوجن عادي، يعني في عيال صغيره سي بي عندهم 12 سنه و14 سنه كنت بعمل فيوجن للام تي بي جوينت. تمام. انما لو فيري يونج قوي، يعني صغير قوي، ممكن اعمل له سوفت تيشو بروسيدجرز، ممكن اعمل له حاجه وافهم البيرنتس ان هو هيحتاج لي فيوجن لما يكبر، جاست ان انا تو هيلب هيم تو بي امبيوليتد. تمام. انما ان جنرال تشيلدرن اند نوت سي بي don't touch في الاول لحد ما يحصل total skeletal maturity. تمام دكتور عاطف، استاذنك. اي يا اسامه، معلش مش عايز افوت بس السلايد بتاع الالجوريزم دوت، واسال الدكتور اسامه في الكونزرفتيف تريتمنت، في حاجات زي سبريدر كده سيليكون، تو سبريدر سيليكون، هل ديت ليها اي رول في القصه بتاع الكونزرفتيف تريتمنت؟ لا totally useless، ما بتعملش اي حاجه، لا بتعمل كوركشن ولا اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي ساعات بستخدمها اللي هي الحاجات الميتاتارسال بانديج، بستخدمها في الميتاتارسالجيا بس، اللي هي بتبقى محطوطه في الصباع وبيبقى زي سيليكون باد تحت التوز بحيث تقلل البين شويه. انما النايت سبلنت ديت ملهاش اي استخدام. البتاع السيليكون بروتكتور ده بيضايق الجزمه اكتر، ما بيعرفش العين يلبسه ويوزلس يعني، لا بيصلح ولا بيقلل البين ولا بيعمل اي حاجه. طب كان زمان يا دكتور اسامه، قبل ما يطلع انواع الاوستيوتومز الكتيره ديت، كان في مبدا كده كارول بيقولوا عليه، لتكسب به العب بيه. يعني انت بتعرف نوع، تعمل نوع معين من الاوستيوتومي اعمله لاي نوع هالوكس فالجاس. فهل الكلام ده خلاص بقى اوبسوليت ولا ايه راي حضرتك او ايه الكلام دلوقتي؟ في بعض الانواع من الناس برضو ما زالت بتعملها، زي والميتشل اوستيوتومي والحاجات ديت، دي ليها كومبليكيشنز كتير، يعني ان هي بتعمل شورتنج للميتاتارسال، في اغلبها بيعمل شورتنج للميتاتارسال، فبالتالي ما انا مش بحبه يعني. انما ما يمنعش الكلام اللي انت بتقوله، ان انا عايز تعمل لونج شيفرون اعمل، عايز تعمل سكارف اعمل، عايز تعمل بيزل اوستيوتومي اعمل، بس ما تعملش حاجه نوع من انواع الاوستيوتوميز اللي ممكن يكون ليه سايد افكتس. النيتشل واللودلوف والحاجات اللي بتعمل شورتنج للميتاتارسال خلاص دلوقتي بقت اوبسليت، ما بتتعملش يعني. في اغلب الناس دلوقتي بتلعب في كام نوع اوستيوتومي، اللونج شيفرون، السكارف، الحاجات ديت، بحيث ان هي دي اللي بتصلح. تمام. اتفضل. اوكي يا سام.
How much rigidity of fixation you need after osteotomy? After osteotomy. طيب بالنسبه للشيفرون انا بكتفي بمسمار واحد في اللونج شيفرون، انا ما بعملش الكلاسيك شيفرون اللي هي العاديه، انا بعمل اللونج شيفرون اللي هي بتبقى اطول يعني. فدي بكتفي بمسمار واحد فيها. السكارف بعمل مسمارين سام تايمز ثلاثه على حسب اللونج بتاعها اللينس بتاعها يعني. بس ده الفيكسيشن بتاعي يعني، ما بزودش عن كده خالص. والعيان بيبدا يمشي زي ما اتفقنا تاني يوم بعد العمليه باستخدام الويدج شوز ايفن اوفر نايت، ممكن يستخدمه ويمشي عادي. هل في هناك اوستيوتومي للبرونيتد بيكتو؟ في، ما هو اللي كل اللي احنا قلناه ده، ما احنا كل اللي قلناه دوت السيفير هالوكس فالجاس ويس برونيشن، ممكن تعمل لها لابيدوس او بيزل اوستيوتومي او سكارف مع ايكن لو كانت مودريت. فده كده كل اللي احنا قلناه، احنا كل اللي قلناه دوت بيعالج. تمام. في دكتور زميل دكتور باسم مقدم سؤالين. السؤال الاولاني بيقول انت عملت خلاص شيفرون بس لقيت ان الكوركشن از انكمبليت، تقدر تعمل بروسيدجرز اخرى تو كومبليت ذا كوركشن؟ ايوه ايوه. بص، اهم من انك انت تبقى مكسوف انك تعمل بروسيدجر تاني انك انت ما تخرجش العيان باندر كوركتد هالوس، لان بيبقى فيري ديسابوينتنج بعد العمليه ان العيان يخرج باندر كوركشن او ان يحصل له ريكارنس بعد شويه. فساعات انت مثلا هي مودريت هالوكس فالجاس وانت قررت تعمل شيفرون وحسيت ان انت بعد ما عملت ان هي اندر كوركتد، مفيش اي مشاكل خالص ان انت تضيف له بيزل اوستيوتومي صغيره دوم وتصلح بيها اكتر وتثبتها بستيبل او وان اديشنال سكرو، مفيش مشكله خالص. او ايه يا اسامه؟ لا، لو اندر كوركتد انت متترسل انجل، انت متترسل انجل يبقى لازم متترسل اوستيوتومي. انما لو لقيت ان الهالوكس فالجاس انجل زي ما دكتور عاطف بيبي يقول، لقيت الهالوكس فالجاس انجل ستيل موجوده عاليه شويه بس الانتر متترسل انجل كويسه والسيسامويد شيفت اختفى، ان ذيس كيس يو كان دو ايكن اوستيوتومي طبعا زي ما دكتور عاطف بيقال. يعني الايكن هتصلح لك ما تبقى من هالوكس فالجاس انجل. السؤال الثاني بيقول ان احنا we can see lateral splaying of the lesser toes with hallux valgus بعد correction of the hallux. What about this lateral splaying of the lesser toes؟ حاجة مزعجة جدا طبعا اللي هو lateral swaying lesser toes. تمام؟ دي بتحتاج في حاجة اسمها multiple vial osteotomies. بنعمل multiple vial osteotomies. في الحالة دي بنيجي swaying foots، يعني انت مجرد ما بتصلح الهالوكس فالجاس، وخد بالك ان هي بتبقى سخيفة قوي للعيان، لو انت صلحت الهالوكس فالجاس وسبت بقيه اللاترال توز سوينج يعني معوجين بالطريقه دي. وفي الحقيقه في كان مريضه، يعني مش انا اللي عملتها بس حد معانا يعني، وحد مش من مصر يعني، وصلح البيكتو وساب اللاترال سوينج توز على اعتبار ان مش مهم كوزموتيكالي، بس في الحقيقه كانت العيانه فيري ديسابوينتد. تخيل انت ده يعمل كده والصباع الثاني معوج وفي انجل ما بينهم واسعه جدا. فاللاترال سوينج توز دي فيها مشكله، مشكله ان هي طبعا ممكن تعمل ميتاتارسالجيا، برضو بتخلي الشوور في الفوت وير مش مظبوط، مش عارف يلبس جزمه مظبوط. والحاجه الثالثه برضو بقى كوزموتيكالي بتبقى فيري ديسابوينت، يعني لو رجليه معوجه كده مش مشكله. طب بنعالجها ازاي؟ انا بنعالجها بمالتيبل فايل اوستيوتوميز. في حاجه اسمها فايل اوستيوتومي، او عشان برضو اكون دقيق اسمها موديفايد فايل اوستيوتومي، ان انا بعمل ديستال اوستيوتوميز وبعمل زي ويدج صغير بقفله فبصلحهم، وممكن اعمل معاهم برضو كوركشن للفالنجيز، بعمل مالتيبل ميديال كلوزنج ويدجز اقفل بيها البروكسيمال فالنجز واعدل بيها البروكسيمال فالنجز. تمام. فدي اتس ا كومبلكس اند بروبلم، وبروبلم يعني سيريس يعني اللاترال سوينج فوتس دي. الرول اوف تترا كورتيكال screws in ankle fractures in diabetics. ده بره الموضوع بتاع المحاضره خالص. ماشي. لما انت اتكلمت على الدايابيتس انا مش فاهم تقصد ايه بتترا كورتيكال سكروز. ما انا كنت لسه اقول يمكن انت تعرف، انا ما اعرفش يعني ايه تترا كورتيكال سكروز. يعني سندوزموتيك سكروز يعني اللي بنعدي فيها، انا مش فاهم هو يقصد ايه تترا. لا اعتقد اذا كان ممكن تبعت لنا يا دكتور خالد السيسي انت قصدك ايه يعني.
طيب الانجل اوف ذا نيو شيفرون از وات انستيد اوف 60؟ انت قلت ان احنا كنا بنعمل كده فهم عايزين الانجل تاني ما تعيد لهم. طيب حاضر. ودي في الحقيقه كان دي كانت رساله دكتوراه لطيفه عملناها انا كنت مشرف عليها مع وائل عبد الهادي، ان احنا كنا بنقارن اللونج شيفرون بالسكار. في الحقيقه اللونج شيفرون دي جميله جدا يعني. انا هنكلير الوايت بورد كلير اور. بص يا شباب دي الفيرس متتارسل، الشيفرون العاديه احنا كنا بنيجي 1 سنتي من الارتيكولار سيرفيس، وكنا زمان نعمل كده انجل 60 شيفرون كده وكده تمام، ونعمل ايه ديسبيسمنت للجزء ده ونوديه ايه على لاترال. الفكره بس في حاجه الباور اوف كوريكشن، يعني انت لما تشوف هتقدر تنقل قد ايه منها هتلاقي نفسك ان انت بتنقل تقريبا 50% تقريبا ماكسيمم. يعني ال 50% دي لا تعادل لو قلنا ان هي عرض سنتي ونص يعني حوالي 7 مللي، 7 مللي يعني 7 ديجريز تقريبا. فدي اقصى حاجه تقدر انت تعمل بيها شيفت وتصلح بيها تمام، لان الحته عشان صغيره والكوريكشن تقدر ان انت قريب قوي من الكوره او مكان الديفورميتي فمش قادر ان انت توسع الارم بتاع الكوريكشن. طيب العيب الثاني فيها ان هي البلاد سبلاي، احنا قلنا ايه البلاد فيسز ماشيه هنا وبتخش من هنا من الحته دي، فانت ان فيري كلوز بروكسيميتي للانتري بتاع البلاد سبلاي، فممكن حضرتك تعمل تير للبلاد سبلاي والافاسكال نيكروزس يحصل. فدلوقتي بدل ما بتعملها بالطريقه دي احنا بناخد ايه الانجل دي بنطولها لحد فين؟ يو كان انكريز لحد نص المتطرسل كمان. طيب دي هتفيدني بايه بقى؟ دي هتفيدني ان انا عندي مسافه كوريكشن كبيره واقدر اعمل روتيشن زي ما انا عايز، واقدر اعمل في كذا دايركشن، اقدر ازقها واعمل روتيشن واعمل كذا حاجه، واقدر اعمل كوريكشن لمساحه كبيره، يعني عملت ترانسليشن لمسافه كبيره منها تمام؟ لان انا مش يعني الكوريكشن اتصلح حته اطول لان انا بعدت عن مكان الديفورميتي، واقدر ان انا اثبتها بعد كده بسكرو تبقى امور ستيبل، وغير كده ان انا سيف للبلاد سبلاي. فالانجل قد ايه؟ لا هي مش بالانجل، انت عايز تخرج فين؟ عايز تخرج في نص الميتاتارسل، عايز تخرج يعني اب تو لنص الميتاتارسل، يو كان دو ات تمام. هل الدبل انسيجنز بيزود الريسك اوف افاسكولار نيكروزيس؟ يس، الدبل انسيجنز مي انكريز الريسك اوف افاسكولار نيكروزيس. يس، هاو اي كان ديل ويز كوك اب تو ديفورميتي افتر كيلر ريسكشن؟ ما دي من ضمن الحاجات السخيفه قوي. عاده انت ممكن بقى تو كونفرت الكيلر ل يعني اف دي سيريس اللي البيشنت انتوا عامله له فريكشن مع الشوز ومش عارف يمشي بيها، يو كان شيفت الكيلر ان ذيس كيس لفيوجن وبتحط بون جرافت وبتحولها لفيوجن بعد كده يعني. انما اف ات هابنز هي بتبقى رزله شويه. الفكره بس انك انت هاو تو ديل ويز كوك اب، لا هو هاو تو بريفنت كوك اب من البدايه، انك انت تحاول ما تعملش تو ماتش ريسكشن من الديستال فالنجز عشان تقلل الكوك اب اللي ممكن يحصل. ان انت تعمل سوفت تيشو بالانسنج كويس، ما يبقاش في يعني تايتنس في جنب وجنب الثاني لا، دورسال والجنب الثاني لا. الحاجه الثالثه انك انت تثبت بريليمينري بكي واير لمده مثلا 6 ويكس او حاجه لحد ما السوفت تيشو كاف يبقى هيلد فيمنع كوك اب ديفورميتي. انما وانس ات هابنز هي بتبقى رزله، يعني مفيش فيجن سيرجري تعملها غير ان انت تعمل فيوجن وتحولها لفيوجن بعد كده. ابتدوا يسالوا على بعض التكنيك، يعني حد بيقول التكنيك اوف فايل اوستيوتومي، فهل احنا نقدر نعمل محاضره على التكنيكس بتاعت كل الاوستيوتوميز بتاعت الهالوكس فالجاس ولا ايه رايك؟ انما التكنيكس يا شباب يعني دبل اوستيوتومي ما هي ما فيهاش حاجه، يعني انتوا تقدروا تقروها وكلكم براكتسنج يعني وعارفين البرنسبلز اوف اوستيوتوميز بتاعت النيه وهي ذا سيم يعني. فانت ممكن دبل اوستيوتومي ان انت تعمل شيفرون في ديستال وتعمل فوق ديستال شيفرون، يعني احنا ممكن نعمل ديستال شيفرون وتعمل بروكسيمال شيفرون وتنقلها، وممكن تعمل الدوم اوستيوتومي وتنقلها، وممكن تعمل الويدج اوستيوتومي. بس الويدج خد ان هي ريسكي شويه لان هي بتالتر اللينس بتاعت الميتاتارسل، يعني لو جيت انا جيت عند البروكسيمال اوستيوتومي كده عند الميتاتارسل هنا
وجيت قررت ان انا افتح ويدج من هنا واحط جرافت موجود عندي هنا. خد بالك ان الاوفر اول لينس بتاع الميتاتارسال بيبقى زاد شويه. فانت في الدبل اوستيوتومي يو كان دو اني دبل اوستيوتومي، انا بحب الدوم او الشيفرون البروكسيمال، وممكن تعمل معاها بروكسيمال اوستيوتومي في ديستال اوستيوتومي شيفرون تانية. بس يعني هي مش محتاجه يعني محاضره كامله. سوري سوري يا سام، هو فايل اوستيوتومي مش دبل فايل؟ الفايل الفايل اوستيوتومي طبيعي، هو شورتنينج اوستيوتومي. شورتنينج دي بنعملها في حالات اللي هي لما يكون عايز اقصر الميتاتارسال في الليسر توز. هنفترض ادي الليسر تو، تمام، دي سكند ميتاتارسال يا رجاله، تمام، وادي عندي الفالينكس اهيت بالطريقه دي، تمام. الفكره ان في عندي كلوينج، الكلوينج دوت نتيجه لايه؟ نتيجه ل ان الدورسال اكستنس دول ار تايت، فرافعين لي الصباع بالطريقه دي، تمام، رافعين لي الفالينكس بالطريقه دي وعامله لي كلوينج بالطريقه دي. يعني يو كان دو سوفت تيشو ريليز، تمام، انما ممكن تعمل حاجه اسمها الفايل اوستيوتومي بتصلح بيها كلوينج، تمام. الفايل اوستيوتومي ايه؟ ان انا بعمل اوبليك اوستيوتومي بالطريقه دي، اوكي، دي كده اوبليك اوستيوتومي، واعمل ترانسليشن للفراجمنت ديت عليها بحيث ان هي هتبقى عامله كده اهوت بعد الاوستيوتومي. الصوت يا اسامه بيسبق الصوره، ف يعني دوبك ترسم تمام، بحيث ان الدايركشن بتاعي هتبقى كده. انا لما عملت بالطريقه دي وعملت ترانسليشن، انا عملت الاوفر اول لينس بتاع الميتاتارسال، انا قصرته وعملت له بلانتر فليكشن وعملت دي كومبريشن للجوينت، الجوينت ده ريح، فبالتالي التايتنس اللي كان موجود قل، المسافه بتاعت الجوينت ريحت، الاول كان في تايتنس فبقى ريح. طبعا بعد ما بعمل الاوستيوتومي دي انا بثبتها بسكرو، السكرو ده اسمه فايل سكرو، ما اوعى حد يثبتها بحاجه ثانيه، اي حاجه ثانيه بتروح جايه كسراها. الفايل سكرو ده موجود في الكومبانيز دلوقتي، والاكسس بون اللي هنا انت بتقص. دي طريقه الفايل اوستيوتومي ازاي احنا بنعملها يعني، تمام؟ تمام. سكيليتلي اماتيور ويز هايبر موبايل فيرست راي وين تو انترفير؟ اجين بعد ما يبقى سكريتالي ماتيور وتبدا تحصل فيه عنده مشاكل، عاده في السن ده الام هي اللي جايه قلقانه او الاب جاي قلقان. وي دو نثينج ان سكريتالي اماتيور لحد ما يبقى فيه سكريتال ماتيوريتي. وات از ذا مانجمنت اوف هالوكس فالجاس ديو تو بوليو ان امبيوليتنج بيشنت؟ ذا سيم، قلنا نفس البرنسبلز بتاعت النيورو ماسكولار ديس اوردرز. الفيوجن از method of choice، سواء كان سي بي سواء كان بوليو وات ايفر، وي هاف تو دو فور ذيس بيشنت، لازم نعمل له الفيوجن يعني. تايب اند سايز اوف سكروز اند بليتس يوزد فور فيكسيشن. البليتس في اللابيدوس، انا بستخدم لابيدوس بليتس، اللابيدوس بليتس دي مشهوره يعني وموجوده، في منها بلانتر وفي منها دورسال بليتس، دي موجودة يعني افيلابل. السكروز اللي بنستخدم، انا بستخدم في يعني مش عايز اقول اسماء شوية، بس في حاجة اسمها الباروكس سكروز، وفي انذر كايندز اوف سكروز يعني اللي هي الدبل كومبريشن سكروز، دي انا بحبها، بتبقى من هنا فيها ثريدز ومن هنا فيها ثريدز زي الهيربرت بالظبط، بس بتبقى دي لطيفة، بتحس ان هي بتديني فيكسيشن وستابيليتي كويسة. بس ال 2.8 الدايمتر بتاعها، الفايل سكرو بيبقى في منه برضه 1.5 وفي 2.8، فانا بستخدم برضه 2.8 في الفايل سكروز. بس يعني دي انواع السكروز. ودلوقتي طبعا يا شباب في الكومبانيز كتيره جدا بتورد الحاجات دي يعني افيلابل في الماركت بسهوله يعني. تمام. الدايركشن اوف ذا سكرو. ايوه يا اسامه، يعني اسمح لي اسال الدكتور اسامه، بما انك شغل كله معظمه اوستيوتومس كده اهوت، اكيد في حالات بيبقى فيها نون يونيون ككومبليكيشن يعني، هل بتتعامل أيوة معها كنون يونايتد فراكشر عادي ولا ليك استراتيجيه ثانيه؟ طبعا بص، طبعا اتس فيري رير مبدئيا ان يحصل نون يونيون. النون يونيون از لابيدوس بروسيدور، ان يحصل نون يونايتد لابيدوس دي كومن،
انما بالنسبه للميتافيزيا الاستيوتوميز او الدايفيزيا الاستيوتوميز عاده ما بيحصلش نان يونيون. ايفن بقى لو حصل يو هاف تو ديل زي البرنسبلز بتاعه النان يونيون, يو كان دو بون جرافتنج. يعني انا في حالات لابيدوس جات لي ما كانتش لحمه, بتعمل بون جرافت وبتحط لها بون جرافت, بتعمل دريلينج ليها, بتعمل ريفريشمنت للايدجز بتاعه الاستيوتوميسايد, بتعمل ممكن بعض الناس يعني بيحقنوها كبي مات كواحده من ضمن البوسيبيليتيز يعني للتريتمنت. بس اوف كورس يعني لو حصل نان يونيون هتتعامل معاها كنان يونايتد اوستيوتومي. يعني حضرتك لما بتثبت بسكروز بتقول immediate with pairing second day, بيبقى second day قصدك على الكعب ولا على البيك؟ الويدج شوز, بالويدج شوز لازم يلبس الويدج شوز اللي احنا وريناها في اخر سلايد. نوري تاني لو سمحت. طب ثواني كده ابين لك ال هلو دي تاني اهو. وده available في الشركات بتاعت الرسوسز؟ ده في كل الشركات يعني موجودة. هي دي الشوز يا شباب, دي الشوز الويدج شوز, كل الفور فوت مفيش تحميل عليها والعيان بيحمل على الجزء اللي ورا دوت. ودي طريقة مشيه بيها, هي بتبقاش مزعجة ولا حاجة. كل اللي هو محتاجه بس ان هو يلبس حاجة عالية شوية, كوتشي او حاجة عالية شوية الناحية التانية عشان يبقى ماشي بالانسد. انما كويت بيرينج او كحركة بيبقى سهل قوي ان هو بيمشي بيها بدون اي مشاكل. يعني زي البنت دي سكند داي او يعني اول فيزيت بعد العملية, وكانت بتمشي من السكند داي لابسة كوتشي والناحية التانية لابسة الويدج شوز. هو لسه الصورة ما ظهرتش الحقيقة, مش باين عندك؟ معقول؟ كده ظهرت. بيحصل لاج معلش. تمام. وباين الفيديو؟ لا, لو تشغل فيديو ماشي نحاول كده نشوف. انا مش عارف ليه هو بوزد. تمام يعني ما بيبقاش في ستريس على البيك 2 يعني او فيرست تري؟ لا, اللابيدوس ما بنعملش معاه الحاجات دي. اللابيدوس انا بحط له باك سلاب طبعا علشان الميد فوت ما يبقاش عليها ستريسز. البلاك سلاب دي بحطها اول 2 ويكس وبعد كده بمشيه على الويدج شوز دي. اول فيديو مش هتشتغل حقيقة. مش مهم دلوقتي يعني, الفكره وصلت يا اسامه عشان عندنا تمام. اسئله كتيره قوي لسه. تمام. سؤال بيقول لك الدايركشن اوف ذا سكرو فور فيكسيشن اوف شيفرون اوستيوتومي بيربنديكولار على الاوستيوتومي سايد. تمام. اف ذير از برونيشن اوف ذا فيرست ميتاتارسال كان وي دو شيفرون اور سكارف اونلي اور ماست اد اذر اوستيوتومي؟ شيفرون ولا سكارف بتعتمد على قد ايه انتر ميتاتارسال انجل. تمام, ان انا اختار شيفرون ولا سكارف. لو الانتر ميتاتارسال انجل اسمايل انا ممكن اعمل شيفرون. سكارف لو كانت لونج او لو كانت لارج او مودريت انتر ميتاتارسال انجل. ده السؤال الاولاني. الجزء الثاني ايه بي تقدر يعني ولا يو هاف تو اد انذر اوستيوتومي يعني؟ احنا قلنا لا 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 لا. تمام. How to manage persistent displacement of sesamoid bones after correction of hallux valgus؟ لا, ما هو ما فيش حاجة بالعافية. اما هي هتبقى sesamoid دي persistent ليه؟ ما هو اكيد في under correction. اكيد في under correction. يعني ال under correction دوت ليه سبب. اما ان انا ما صلحتش الانتر متتارسل انجل بصورة كويسة, او ان انا الديسيجن بتاعي في الاوستيوتومي كان غلط, اخترت اوستيوتومي مش مناسب. بس هل الهالوكس كوركشن ويل ريليف ميتاتارسالجيا؟ الهالوكس كوركشن يريليف طبعا ميتاتارسالجيا ديفينتلي يعني, بس لازم نبقى مشخصين ايه سبب الميتاتارسالجيا. الميتاتارسالجيا اف تي ترانسفيرد ميتاتارسالجيا هتتصلح مع الهالوكس. انما لو ميتاتارسالجيا نتيجه البروبلم موجوده في الميتاتارسس نفسها دي مش هتتصلح. يعني احنا بنلاقي ساعات في اكسسيف لونج
second metatarsal. لما نشوف الكاسكيد بتاع الميتاتارسال هيدز مفروض في كاسكيد معين للميتاتارسال هيدز كده هوت بيبقوا ماشيين عليه. لو لقيت ان في واحده من ضمن الميتاتارسالز اعلى من التانيين والكاسكيدز ده اللي هو دوت اللي هو موجود عندي دوت بقى ديستربد in this case يعني لقيته second بالذات لقيتها اعلى هنا هوت. In this case I correction of hallux لوحده مش كفايه, I have to make vial osteotomy واثر السكند ميتاتارسال دي وارجع النورمال كاسكيد مره ثانيه بحيث ان هي ما تبقاش اعلى من الطبيعي. فالميتاتارسالجيا حدد بس الميتاتارسالجيا دي ترانسفيرد ميتاتارسالجيا ولا ميتاتارسالجيا سكندري للونج سكند ميتاتارسال او ثيرد سكند ميتاتارسال. What is the procedure for associated clotos in severe cases? جاوبنا. الكلوتو أو لسرتوس بروبلمز بتختلف زي ما اتفقنا. لو هي حاجة مايلد أو ماينور إحنا ممكن نعمل soft tissue release للإكستنسورز بتحسن الموضوع. إنما لو كلوتوز موجودة وسيفير وحجمها كبير we have to do some sort of osteotomies. One of the osteotomies is vial osteotomy. زي ما اتفقنا الفايل osteotomy ده بيليز بيشورتن الميتاتارسال وبيحسن السبيس اللي موجود هنا, فبالتالي بتبدأ ان هي تتفرد. Sometimes انا ممكن احتاج ان انا اعمل osteotomy للفيرست proximal pharynx ديت يا اما بلانتر closing wedge osteotomy بحيث اصلح الكلوينج تو من الناحية دي ودورسال كلوزنج ويتش للدورسال فارينكس, فممكن اعمل اوستيوتومي للفالانجيز. اخر حاجه ممكن اصلح بيها ده انا اعمل فيوجن لو ده كله مش مظبوط. الفيوجن بتاعي ان انا بشيل ريسكشن ارثروبلاستي مش سيكشن ارثروبلاست فيوجن يعني ريسكشن لويتش من الانترفالنجال جوينت وبفرد الفيرست ميتاتارسال بالطريقه ديت وبثبته بسكرو او بثبته بي كي واير. عاده الكي واير بيسبب سودو ارثروزس شويه بس بيبقى اكسبتبل سودو ارثروزس يعني. يعني مبسوط ومرتاح وكل حاجه يعني. فدي المانجمنت بتاع كلوينج بتبدا من اول سوفت تيشو وتنتهي وبعدين اوستيوتومي وتنتهي بفيوجن للانترفرنجال جوينت. اوكي تمام. How can distal osteotomy correct pronation? مش هتصلح برونيشن لو هو سيفير لوحدها ما تصلحش برونيشن. عامة الحالات اللي بيبقى فيها برونيشن دي بتبقى حالات سيفير والانتر ميتاتارسال انج بتاعتها عالية ودي بتبقى محتاجة اما ان انا اعمل لها دايفيزيال اوستيوتومي او بيزال اوستيوتومي. فعادة الديستال اوستيوتومي لوحدها مش هتصلح لك برونيشن. في بعض الاسئله عم بتاخد رايك في ديفرنت اوستيوتومي يعني حد بيقول لك وات اباوت ويلسون اوستيوتومي وحد تاني بيقول وات اباوت سيري ديستال ميتاتارسال اوستيوتومي اس اي ار اي ديستال ميتاتارسال اوستيوتومي. مش ما عنديش اي انا ما اعرفش ده ما اعرفش ويلسون مش عارف برضو الويلسون ما يعني مش عارف النيم هو اوبليك اوستيوتومي جاست اوبليك اوستيوتومي في النيك اوف ذا ميتاتارس ده كان بيتعمل زمان يا اسامه ايام انت عارف احنا عواجيز شويه ما هي الاوبليك اوستيوتوميز عامه كلها بتشورت الميتاتارس انت تخيل حضرتك عملته صح ما زي الميتشل بس الميتشل بتعمل ستيب وتعمل ترانسليشن بعد كده مجرد ان انا اعمل كده اي شورتند الميتاتارس يا شباب باي ديفولت يعني خلاص هي هتقصر انا هعمل بعد كده ترانسليشن بتاع دي فهتبقى خلاص متترسل اوفر السلايدنج اللي حصل ده هيخليها تبقى شورت. إيه انت ادفايس ان لو باي لاترال تعمل الناحيتين هالوكس فالجاس؟ السؤال ده حلو قوي في الحقيقه انا مؤخرا بعمله من ناحيتين وبيز برضو على بيبر يعني كانت اتنشرت. الفكره في حاجه يعني ان التايم كونسامشن بالنسبه للعيان علشان يرجع للنورمال بتبقى طويله قوي لو عملت واحده واستنيت الريهابليتيشن وبعدين عملت الثانيه معناه ان العيان برده مش هينفع يستمتع بالعمليه قوي لانه مش عارف يلبس جزمه لفتره طويله يعني مش هيلبس جزمه المقاس بتاع الرجل بيتغير بعد ما بتصلح الهالوكس فالجس. لو كان بيلبس مثلا 40 بيبدا في الاول يلبس 41 وبعد كده بيرجع يلبس 39 لان الرجل اتظبطت.
فالفكره ان انت لو صلحت له ناحيه وبعدين قعدت 3 اشهر ريهابليتيشن وبعد كده لبس الجزمه وبعد ما ايه ما فشت واشترى الجزمه بيفضل برضو الناحيه الثانيه مش عارف يعمل ماتشنج شوز. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في الاستادي اللي كانوا نشروها ديت ان 30% اونلي من البيشنتس اللي بيعملوا ناحيه بيوافقوا ان يعملوا الناحيه الثانيه. ليه؟ لان كتير منهم بيبقى مش عايز يبقى اكسبيرينس لنفس العمليه ونفس الوقت ودخول العمليات والكلام ده كله. وان 70% العيانين اللي بيفضلوا ان هم يعملوا الاثنين مره واحده. فبصراحه مؤخرا انا بعمل البايلاترال هالوكس فالجاس بصلح الاثنين مره واحده وخلاص. How you can correct hallux varus as a complication of overcorrection. طبعا دي قصه كبيره قوي. طبعا مختلف بقى الفاركس دوت ايه سببه. يعني دلوقتي الهالوكس فاركس الصباع ابتدى يروح للناحيه دي. هل هو اوفر تيشو ريليز لاترالي واوفر تايتنينج ميديالي؟ في الحاله دي احنا ممكن نعمل سوفت تيشو بالانس، وفي بعض بتعمل زي تندون سلينج وبتعديها وتصلح زي ريكونستراكشن لميديال ليجامنت والميديال كبسول اللاترال ليجامنت واللاترال كبسول مره ثانيه، يعني يعمل سوفت تيشو بالانسنج. لو كانت القصه بس سوفت تيشو بالانس، بس المشكله ان بيخش ايتمز كتير قوي. يعني الاكسسيف بانيونيكتومي ساعات بتبقى السبب، الكوركشن بتاع الاوستيوتومي نفسه. ففي ناس بتعمل ريفرس شيفرن اوستيوتومي، يعني بعمل شيفرن اوستيوتومي وبدل ما ان انا اعمل كانت شيفتد على الناحيه دي برجعها للناحيه الثانيه في الاتجاه الثاني، بس مش كتير عشان ما اعملوش بقى فالجس، مش هفضل رايح بيه جاي يمين وشمال. وبن ريفرس شيفرن اوستيوتومي وبثبتها. اخر حاجه بقى ممكن اعمل فيوجن، يعني ده الالتيميت، لان برضو السوفت تيشو والريفرس شيفرون الريكارنس فيها برضو بيبقى عالي. الحالات اللي بيجي لها فيروس اغلبها واللي قولي هي حاله واحده بس اللي عملت سوفت تيشو بالانس، والباقي كله كنت بعمل له فيوجن، لان ما بيبقاش في رول قوي الكونزرفتيف سيرجري فيها. If wedge choose is not available, can I make high heel walking cast? Cast؟ لا، اعمل له باندج ويمشي على كعبه هو، يعني احسن. يعني انت اعمل له باندج وخليه هو ماشي يتحرك على كعبه. انما كاست ما... ليه كاست؟ When you will do only McBride. طبعا ده سؤال، ده كويس قوي. ده زي اللي نحس العيان بس وما عملوش حاجه، يعني جه قال اعمل له باك برايد. الماك برايد ما ينفعش بروسيدور لوحده قائم بالذات، وذا سيم بانيونيكتومي كانوت بي سنجل بروسيدور. ان انا اعمل بانيونيكتومي بس او اعمل ماك برايد ريليز بس، الكلام ده اوبسوليت خالص دلوقتي. يعني دلوقتي اتليست لازم يبقى معاهم شيفرون اوستيوتومي او كده، انما اعمل ماك برايد ريليز. هي زي ما اتفقنا احنا السوفت تيشو بروبلمز دي از ات برايمري باثولوجي ولا سكندري باثولوجي يا شباب؟ هي سكندري للميتاتارسس برايمس فيروس. فانت هتصلح السكندري سوفت تيشو بروبلم ديت، دي سكندري سوفت تيشو بروبلم، هتصلحها وسبت البرايمري كوز ما عملتوش حاجه. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها ماك برايد ريليز لوحده او كابسولوجرافي لوحده او بانيونيكتومي لوحده. You have to correct the primary pathology اللي موجود. والاسئله خلاص خلصت، بس انا يعني عايز اقول معلومه او مسج للجميع، ان الهالوكس فالجاس بالذات there is no single procedure to correct هالوكس فالجاس. والا لو كان في بروسيدور واحد هيصلح الهالوكس فالجاس ما كانش حتى الان حتى لحظه كلامنا دي يكون اكتر من 300 بروسيدور، ده غير الميني انفيزيف اللي ابتدت تظهر في السنين الاخيره. فاذا ما فيش حاجه اسمها وان بروسيدور ويل كوريكت ذا ديفورميتي، يو ويل نيد مور ذان وان بروسيدور. في الاخر طبعا انا بشكر اخويا الصغير او ابني دكتور اسامه الشاذلي على المحاضره الرائعه، وعلى كمان الدسكشن اللي انا شايفها افادت كثير من زملائنا، وبشكرك يا اسامه. وطبعا هنلتقي بيك تاني وتالت وعاشر ان شاء الله
ربنا يحيينا جميعا يا رب. شكرا جزيلا، وبشكر دكتور اسامه عبد الرشيد، وبشكر شركه الجزير على تعاونها معنا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عاطف والله يعني، وبنشكر دكتور اسامه بيه اول مره يبقى يعني ينور وبينار مستشفى النيل، وانا بالنيابه عن قسم العظام مستشفى النيل للتامين الصحي يعني بشكر الدكتور اسامه الشاذلي استاذ جراحه عظام في طب عين شمس، يعني انضم للاسره بتاعه الكورس اللي احنا بنعمله اونلاين لاول مره، وان شاء الله الكورس دوت هيستمر لمده سنه كامله. وبنبشركم ان اللجنه المشكله من يعني مستشفى النيل والدكتور عاطف البيتاجي والدكتور اسامه حجازي عاملين كوريكولم لمنهج عظام كله لمده سنه كامله ان شاء الله، قابله للزياده برضك. دكتور اسامه بي شاذلي النهارده كانت محاضره رائعه، والاروع الدسكشن، وانا بقول دايما كتر الاسئله علامه على قوه المحاضره والمحاضر، فربنا ينفع بيك يا دكتور اسامه، وشكر جزيل لكافه الحضور. وكلمه اخيره من قبل ما نقفل. والله بشكرك يا دكتور اسامه، وبشكر دكتور عاطف البلتاجي، وبشكر إكسير، وربنا يتقبل منا جميعا ويجعلها صدقه جاريه ويستفيد منها شبابنا يعني. ويعني وبرضه لو في اي حاجه لسه متعلقه مش مفهومه او كده يعني دكتور اسامه في المرات الجايه نبقى نفتحها للنقاش او نعرضها من خلال كيسز بحيث الجميع يستفيد باذن الله. ربنا ينفع بك دكتور اسامه، وان شاء الله صدقه جاريه لحضرتك ولكل علمائنا الافاضل. وفي النهايه بنشكر شركه الجزير السبونسر لكورس مستشفى النيل، وشكرا لكم جزيلا، وان شاء الله معانا يوم الاثنين الجاي مع الاستاذ دكتور محمد عبد الرحمن وسلسله البون تيومرز، والموضوع الجاي باثولوجيكال فراكشرز. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله. مع السلامه.